شو حلو ريحة الطبيعة، ريحة البحر، ريحة الوعي بكير، ريحة لبنان. بتبلشوا أكيد وين؟ بالبترون. بالبترون، بس البترون أكتر بكتير من المدينة، أكتر بكتير من الضيعة، هو بور الصيادين. بس كمان 21 ضيعة رح نزورهم، أكتر من 50 وقفة، 3 أيام منهم ليلتين برة البيت، جست هاوسز، وقفات، مطاعم، أكل، محلات سياحية، كنايس، جبال، and so on. 3 أيام بالبترون ببلشوا هلأ. من وين؟ أكيد من المدينة، برمي مع الصيادين وفينا نبلشون من فوق. يلا let's go. صلى أخوانا قاعد بالبيت. أنا عسال عسال، معروفين بأبو نصيف. يعني الصيد مواسم، وكل موسم بدك تعرف شو بدك تشتغل فيه. بعتقد من شيء أشهر من أن يعرف، اليوم نحن عند وليد. أنتو بلشتوا بالعجينة من زمان زمان، أنتو أنتو خلقانين بالفرن تحت الأمطرة. أربع أخوي، هي أول مرة بشوف الفرن الحديث اللي بيعملوا فيه كرواسان أو اللي بيعملوا فيه بيتزا بيستعملوا النقيش. كتير كتير محمس ذوق، كتير محمس. ليش العجينة عندكم هالقد سميكة؟ هيك تعلمته من الوالد؟ مرحوم بي معلمنا إياها. وأنا هالمصلحة يحيي العجين ما بحط فيها شيء أبدا. هالمنقوشة اللي بتصير مثل التخت، يعني بتحطوا منقوشتين بتناموا عليهم عادي. العجينة شو ما بيقول لك، العجينة ولا الفرن ولا الاخبار، ماشي ماشي العجينة. العجينة بحضرهم قبل، بحطهم كلهم ورا بعضهم، بسكرهم، بسكروا على الكهرباء تقريبا 350 درجة. طلع مش بس العجينة مرتاحة، حتى البيت. شو هالمنظر؟ هنحطهم شو؟ واو، هاي بتتاكل هيك وهي دايماً على لبنة. شعر كبير. كان التحدي شو فينا نحضر 3 ايام، وقلت لي ترك علي، هيدا اول مرة ما بعرف وين رايحين، وين نايمين، شو عاملين، يعني رايح انا تارك حالي كومبليتلي لإلك. 3 ايام بالبترون، شو رح نعمل؟ 3 ايام بقضاء البترون رح نكون عم نبرم تقريباً على 20 ضايعة، أكثر من 50 ستوب، فول أكل أكيد، نومة فيه، كل شيء كل شيء، سان رايز سان سيت، العدة كلها سوا. الجبالة حيالله حدا بيقدر يعيد الإكسبيرينس ورانا؟ أكيد بيتصل فيك روي، خبرهم عنك. روي أنتون، عندي جروب اسمه ليف نو تريس، أوتدور أكتيفيتيز، هايكينج، كامبينج، كل شيء له علاقة بالسياحة الداخلية بلبنان. بس رقمي 81-959-958، ليف نو تريس ال بي على إنستغرام وفيسبوك. ترويع توب، هلا صار وقت السياحة. السياحة وين؟ شيء اسمه إير أوت، يلي هي جولف كارت بتاخدكن وتبرمكن أول أراوند. كاميرا بإيدي، يلا لايف، رح فرجيكن كل الأجواء تقريبا لتلت ساعة، بتلاقوها على يوتيوب اللينك تحت. دي لازم اقول له مرحبا لصديقي، بس لكم اعمل له سيربريز، في لبنه ولبن. اشتقت لك. هو مش قد نحن صار لنا من 80 سنه، هون جدي كان بهذا الشارع فاتح، سكرنا السير، عملنا عجقه. اسم المحل هون يوجد عندنا مونه جبليه زيتون، موجود في المحل الثاني اجبان وقلبان مبارك. Great. Yeah, let's continue. بس ما قلنا كل الحجار اللي من هون من شرين من سور فينيقي. آخر أرشيتكتور عملت فينا نقوم من 400 سنة إيان الأوتومنز. تحافظ عليها شوي. Unfortunately بالتسعين درجة التلييس
سو ليسوا كل الحجر القديم وهلا عم يرجعوا يشيلوا التلييس. هلا التلييس لعب شيء بوزيتيف انه حمل الحجر لفتره اطول، هلا عم يشيلوه كمان ليرجعوا تاني. هلا رايحين على دياسبورا هاوس. انخلق هون محل اسمه جاسبورا هاوس او ضيعة المغتربين. هون كانت قلعة فينيقية قديمة تهدمت بالزلزال، رجعوا عملوا البترونية بيوت. رجع هلا عم ينعمل بروجكت في تقريبا 11 بيت مغترب. كل بيت بيحكي عن الكالتشر تبع المغتربين. اول لبناني راح مثلا على فرنسا على امريكا، اول لبناني اذا في حدا امبورتنت، كل بيت راح يكون متحف للبنانيين اللي راحوا هناك. شو حلو هو البواب لقدام اللي طلعوا التفاصيل، كانوا يعني يطلعوا بالتفاصيل لدرجه كان الحديد مصبوب صب تيهد الباب الشباك. Hello. مثل ما شايفين شوي فروزن من فوق، ليموناده من تحت، بحطها قشر ليمون، قشر حامض، سكر كتير خفيف، قرصة كتير لذيذة. بتحسوها هون، بتحسوها هون بالطراف قد ما قد ما أو قوية، أروماتيك، very smooth. تفضلوا شباب. هون بتاكلوا لبن مش لبن. عند مبارك اللبن غير قصة. طلع وقفتها بس. هيدا مش لبن، هيدا لبن. شو؟ بشربهم هيدا. أنا بشربهم هيدا. بس. قرب قرب. بصير قلتلكم لبن هيدا لذتها. راوتس اسمها راوتس، ولا اهي من هيك. بتوصلوا على البترون على الطريق البحريه، بتصفوا السياره وهن بيهتموا بكل شيء، انطوني كل شيء، بتاخذهم بتبرمهم بسيكلات، بتمشيهم، بتعمل لهم هايكينج، بتطلعهم بالجولف كارت، يو هاف ات اول، اهم شيء ووتر سبورت. وعلى الطريق بخبركم اشياء كثير لذيذه، ضحكته مهضومه. راوتس لقوهم على انستغرام او لقوهم على فيسبوك. نحن خلصنا برمتنا ساعه لايف على يوتيوب وهلا مكفيين ثلاث ايام بعقده. هذه هذا تشالنج، لانه بعرف انا اجمالا بهذه المنطقه الفول وحمص لطرابلس 100%. وانت بالبترون نحن قربناها واجمالا صرت بعرف على محل فول وحمص بنتظر حدا يكون شوي كبير بالعمر. مزبوط، بس انت كاسر كل ال خربناها. ترويقه بدك كاس عرق، خاصة ساعات بتكونوا بالبترون وعلى البحر. تشيز.
اهلا وسهلا فيك. هلا بقده وين صرنا؟ ضيعتي. اها قده البطرون هي يعني اذا عم نحكي نحن من البطرون بدها 5 دقائق. رح نعمل برمه صغيره وحبينا نبلش هون مزار سيده البحار. هيدا المزار تقريبا من شي 5 سنين انعمل. في هون المزار في تمثال العذراء وفي طريق صغيره من الدير تحت. عرفنا على بعضنا من 5 سنين صح؟ بقى بعضنا مثل بعض عم تصغري بالعمر. انا اكيد عم صغر لانه بس عم يبيضوا شعراتي. تو هون بكلو دو فينيكس هيدي شركة عائلية بنملكها انا وخيي وبنملك العين بيت. ما بنشتري عنب، بنعمل 3 انواع احمر، نوعين ابيض ونوع روزي. قلنا بسوق بهالاسم من سنة 2014 من بداية بيظهروا برات لبنان؟ نعم، راحوا على الهند، على النرويج، على ألمانيا، على فرنسا وعلى بلجيكا. أورغانيك وين؟ أورغانيك very proudly. من 2016 internationally certified. yes. نحن بنعتني بالعرايش من التشحيل للقطف، ما حدا بيفوت على الخط. فيه هيك احساس حديد لذر مارسان وشاردوني، نوعين انا ابيض. اسمه اميريس لانه امي كان من بيت ابي اللمعه وجدي ابي اللمعه كان يعمل نبيت بكفية بال 1900 وشوي وكان مسميه اميريس يعني الاميره الصغيره. نيش فول حمص نبيت سياحه ليموناده لبن وهلا راجعين على سوق القديم تنشوف جيست هاوس وكافيه كتير لذيذ. اول شيء قلته اول ما فتت او ماي جاد ثانك يو. هو كان اسمه نازل سعدة، كان لحدا اسمه سعدة من زمان. كانت تتأجر كل أوضة وحدة، كان في just one bathroom in the corner. so وقت رجعوا استلموه رجعوا أخدوه they basically renovated it شوي حطوا سقف أخضر تيكون شوي like more lively. so العالم اللي كانوا عايشين بالبيوت so هيدا الأوضة اللي هون basically the little girl رسمت حالة ورسمت I think خيا معه. خمس صور عبيكم تشوفوا سوا. هيدا نبلش من هيدا المكان. أوضة سقفة عالية، ضوء كتير حلو، دبل بيت، الحمام بأنبار، في برد داير، الاي سي داير، وأهم شي شو؟ ما في تلفزيون، نزلوا بتشفوا المنطقة. مين جاي يقعد هون تحت التلفزيون؟ هيدا نشوف كلمة. مكنة قهوة، ديسك صغير، السوق القديم، تحسوا حالكم عايشين بالأجواء القديمة. اسمه نزل سعدة اللي بيجي لهون من بعد ما ينام يرتاح او قبل ما ينام او بيوعى شو بيعمل؟ بينزل بيشرب قهوة على التروتوار على رواق تحت بالسوق القديم. يلا على فنجان القهوة. ورحنا ايدينا مش فاضيين، كفينا البرمي وهلا رايحين على اكسبيرينس فريدة من نوعها. صار لي اكثر من 7 سنين على بالي اعملها، حلمي وما بعرف ليش بحبها كثير. ما راح اخبركم سربرايز بجد بعد 5 دقائق. كثير 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 بحب سكك ترام، كثير بحب سكك ترام. جربت فوت على
على رياق جربت فوت على اغلبيه محلات محل ما بعد فيه الترينات القديمه، وعندي واحد من الاشياء اللي عم بيعملهم ودائما بقول بدي صورهم وما عم تزبط هو الجنيلات تبع الترين. في اثنين بحمات، رح فوت اليوم بواحد. ثانك يو سو ماتش عن جد، يعني يو ميد ماي داي. رح فوت بواحد صغير وبعد فيه الكبير. لايت جاهز ونحن ريدي نبلش مشي. سكك ترين بلبنان يعني سنين، كل الاقتصاد طبعاً مش عليهم، كانوا يوصلوا فلسطين بلبنان بسوريا بتركيا، ورح نجرب حظنا نلحقها من هون لا جوا لا تنمل. هل منوصل؟ ما بعرف. كلهم شحتر لانه كان على الفحم الحجري، واكيد ما كان في سيكيورتي من زمان وهول الاضوية الخضر، بس كان فيه جوار يمين شمال. اذا قاطع الترين وكان حدا هون او قطع بالغلط او شي معزاية او حدا عم يعمل صيانة بيفوت بيتخبى. بعده من ايام زمان بعده مثل ما هو. قبل ما نصور لكم كل التونيلات، ان كنتوا عشتوا هذا الجو وطلعتوا فيهم من زمان ترجعوا تتذكرون، واذا انتوا اليوم ما كنتوا تعرفوا انه في تونيلات كان بلبنان او في ترينات بلبنان موجودين. عقبال ما نصورهم كلهم سوا، اذا رجعوا بيكون حلم صار حقيقه ورجعوا الترينات على لبنان. ساعات كل العالم عم يركب ترينات نحن شلناهم. تقريبا من سنة ونص جيت لهون وانبسطت بسوشي طيب، وتقال لك مظبوط سألت حالي السؤال انه ليش بشكة، ليش بعيد عن المدينة؟ بشكة لانه it's our hometown، وسمينا hometown سوشي باب، it's a sushi pub. حبينا نعمل شيء بلبنان، انا 15 سنة برات لبنان واخواتي اللي هني partners معي كمان كلنا برا، سو قررنا نعمل شيء بلبنان. بضل حن القلب على الوطن اكيد. سوشي لفول وحمص للاكل اللبناني، وكثير قليل بالحالات يقطع سوشي لانه بتسائب بتضيع، ما كثير في سوشي. اذا انتبهتوا ما في سوي صوص. السوشي الطيب بتعرفوه من طعمه، اول شيء اذا الرز منه كثير حلو، ما فيه كثير سكر، ما فيه كثير رايس فينيجر، اذا ما بيعلق ما بيلزق على السنين. الكواليتي تبع السالمون والكواليتي تبع الفيش لازم تحسوها 100%. وبالاخر انا برايي هول ملح على الحل بصير كل شيء طعمته مثل بعضهم. برمتها بتكفي، وما كنت اعرف حتى انه من شكة لحمات فرعبيدة وغيرهم وغيرهم اكثر من 60 ضيعة هن بقضاء بترون. وصلنا على محل بحمات، حتى لو كنا عاملين حلقة قبل بس هيدي المنطقة ما جابوني لعليها. في حجرة ومنظر. يلا. هالضيعة، شو هالضيعة؟ شو هالمنظر الرائع؟ كل السهل اللي محل ما بيتمنى الجيش اللي هو سلعاتها تقريبا للاخر، جرجة الضيعة والبور هونيك، التونيل محل ما فتنا هون تحت، ومن تاني ميل بتشوفوا شكة، بتشوفوا المنظر البحر المي الزرقاء. شو هالضيعة؟ عالتلة تو فيوز وهونيك مطار الجيش. أنا لقلي ساعة بقول حمد بقول أكيد نيكولا، برمني مرة الماضي وهلا عن جديد.
شو هالاندفاع؟ شو هالمحبة لهالضيعة؟ لك انتو المحبة كلها، واهلا وسهلا فيكم مرة تانية بأحلى ضيعة بأحلى بلد بلبنان. يوم بلشين بدار الحرشية، شفت هالمنظر اللي بيطلع عليه هيدا الدير، بجا رايحين على كنيسة الضيعة، وبعدين على كم محل أكل حيعجبوك كتير منيح. جريت. يلا. قعدة حلوة، ننزل على الدير. هي مغارة قديمة صح، حجرها مثل ما هي وقدامها قلت لي في سنديانة، الناس اللي بدها تحبل في عادة بتقول تجي بتربط ربطة ربطة بيضة صح بقلب السندية. أهلا وسهلا فيكم، نحن هون واقفين بساحة كنيسة السيري بحماد. هلا هالكنيسة انبنيت بلشوا ببناء سنة 1890 ودشنوها بال94 ما واحد جبرون بيلاقي شيء، في منهم بينقروا كتير منيح انتقلت إلى رحمتها، وفي منهم أقل شيء على الحاف شيء على حجر يعني، وكلهم قدام ماشي رجع ترقع بعدين لا مثل ما هني. كنايس قليلة لساعات بتفوت بتحس بجمال وبهيك بارتياح، وما في اي سي وشريط ومروحة وبروجيكتور، ففعلا كتير كتير حلوة، القعدة حلوة، الساحة حلوة، وهون في وراكم المدرسة الرسمية والحجر بعده قديم ونظيف والشجرية والرواق، فعلا شي كتير حلو. الله يقويكم، مرسي لان استقبلتني وسعي وقتك، وانا رح كفي بارمتي بس شي كتير كتير حلو، عبالي ضلني قعد هون على البان يلاش خمس دقايق واسمع صوت الطبيعة والرواق. بونجور أنتوني، أهلا وسهلا فيكم بحمات، ونحن مبسوطين كتير فيكم، ونحن استقبلناكم تنعرفكم نحن على الأغراض اللي رح اللي عنا ياهن. يعني أنا بشتغل قربان، هلأ مبلش جديد تقريباً قربان للكنيسة، يعني اللي بحب يعمل قداس قربان أو إذا حدا بحب يعني ياخد لبيته كمان. اسمي ماريا معوض من حمات، مجوزة وعندي أربع أولاد. بونجو أنتوني، أنا مشلين معوض كمان من حامات، عندي ثلاث بنات، بشتغل مسابح وبلديات كمان. بلديات يعني موني؟ موني موني، كل شيء عنا من هون بالضيعة موني من عنا. دغري منبلش نرقى وبعدين منريح، على عادة هنا بيعجنوا كرمال العجنات وبيريحوا العجينة وبعدين يعني بيشتعملوا، أنا لا برقى دغري وبعدين منريح. هلا نتركها هيدي تقريبا ساعتين ترتاح. هلا تقريبا بدها شي 3 دقائق ببلش يحمر راسها يعني وجهها للقربانه. هيدي المسبحه هي المسبحه الارثوذكسيه يلي انا بشتغلها صار لي 18 سنه. عندنا هيدي الحبه، كل حبه هي عباره عن 9 صلبين. وهلأ طورت شغلي، صار عندي كتير موديلات مسابح بشتغلها، ومش بس هيدي العقدة، عندي ست عقد بشتغلها، بس أشهر وحدة هي العقدة الأرثوذكسية. رقم التليفون اللي بتوصل فيك؟ أنا اسمي مريم عواد، رقم تليفوني 71-33-40-56. بتبيعيهم 5-5؟ هو عادة إيه، لأنه قداس القربان 5-5 بكيس مسكر 10,000 بيجوا لعندك لهون. هي أول مرة حدا بيستعمل كلمة قدامي، صار لي 8 سنين بصوت بلديات، لأنه أنا اعتمدتها أنه هي من عندي من أرضي، أكتريتها من الأرض عندنا، اعتبرتها أنه هي بلديات، كل عام بتستعمل منتوجات ومدري شو، قلت تغير سمالتها بلديات، الواحد صار يتشجع شو بلديات يسأل عن الموضوع. والأغراض كله من عندي؟ كله من عندي الأغراض أكتريتهم. إكسبشنال روعة. هيدا الشرب النعنع من عندنا من الجنينة. ذوقوا واعطينا رأيك.
انا معودين احنا موارد مزهر بس ما هيك شيء شرب جديد. هي جوزي حب من شي شهرين قال لي بدي اعمل لنا شرب جديد، طلع معه شرب النعناع وهلا جديد شرب العطر. ريكومندد اكسلنت. اذا بيحب يوصوني بالنسبه للمسابح او البلديات كمان عندي 03-433-165. الاستاذ قال لي منظر فريد من نوعه، الحقني بدي فرجيك الحقين. يلا واو هيك ما لطيف. اوه ماي جاد الطريق الاوتوستراد، بعدين عندكم السد اللي رح يعبي مي سنت الجاي، الجبل بالوجه. واو قالوا لي رح نتغدى، فتشت على سناك ما لقيت، برامت اشوف طاولات ما في، قارمة ما في. بس جادو ملكة يلي هنا عايشين ببيتهم يلي سكرت الدنيا قدامهم، بس مأمنين ومكفيين استعملوا مطبخهم تيعملوا دليفري ويعملوا أكل، بيقولوا عنهم هون بالضيعة شي كتير طيب. ناطرين بالمطبخ ورح نفوت نتعرف عليهم وتشوفوا كيف عائلة تتضاين وتتكفي تقدر البركة تجيها من وين ما كان إذا آمنت. منفوت؟ Let's go. هلا غيرت تيابي بعدنا بزيت النهار، بس أنا صارت المي للدينان. Let's go. هلو. هاي. الموضوع كان لنا فترة بلا شغل، ففي مسؤوليات، في عائلة، في أجار بيت، في كل هالأمور، فلازم الواحد ياخذ ستيب يوصل لمحل. بما أنه هذا الدومين دوماني، فكانت الخطبة أنه بلش من البيت، أعمل ساندويتشز لحتى أشوف هذا. أول شيء كانت تجربة أشوف إذا الناس حتحب هذا الأكل، حتتقبل الفكرة أنه من البيت، حتتقبل أنه أنا حكون عم بعمل الأكل وأنا كل شيء كل شيء كل شيء هوميد، الخبز هوميد، الجبنة هوميد، كل شيء هوميد. أجواء بيت، القعدة بالبيت مثل ما بتطبخ لعائلتها ولولادها، بيطبخوا للعالم شو أنت بتاكل بالطعمة. Amazing. بتبلش بريحة الخبزة كتير حلوة، very special، very very unique. الخبزة اللي معمولة بالمقلاية مش بالفرن، محمصة تحميص شوي مثل الصاج، طعمة الخميرة، طعمة الخبزة، الجبنة homemade very nice. وكل شيء خبرنا عنه، كل السجق والجاج والجبنة والساندوتشز بلا بصل. وقديش سكسي تكون فيه قدام باب البناية على الطريق. I love it. حبيت كيف بحضرون، بياخدوا الجاج بخلطوهم مع جبنة بالمقلاية هوميد على القد، برجع بحط شوية خضرة على الطرف، مايونيز، بتتحمص الخبزة من ميل، بتطلع شكلها مثل الراب. شو هاي؟ قالوا لي it will be impressive، بس ما انتظرت هالقد. بعتقد best for last giant pizza burger، فيه أربع لحمات بطعمة بين 4 و 8 أشخاص. إيش شيء مش معقول. أوكي يلا let's do it. كتير قوي هوميد بون، هوميد ميت، فريش فاجيز، very nice. وابنه مهضوم. باي. هاي. هاي. عارفيني في كوكونات؟ شوكولا على الوجه. وي انا باكل انت بتسوق. تفضل. فرن التغريني عمره 32 سنة. يعني اجيال 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 بحمات انا مربيها ومطعميها
ومسفر له لبرا اكل وشرب. الزعتر كله بلدي. كله بلدي ليكو ليكو. كله 100% من السوبر ماركت. انا بدقوا على ايدي وانا هلا بدوق كيف شوف عطت لك منتجات. عم بتطلع بالعجينه اول شيء رقيقه وفي مرغه في في ايه 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 زيت ايه على الطرف. مفروض مفروض يصير هيك مفروض مفروض تطلع حلوه. ايه مثل مثل ميك اب حلو. يعني. ايه مش مثل ظبطها بتكحلها وكذا. كل شيء كل شيء مثل اي شيء حلو. رائع صراحه. عرفنا على بعضنا من دقيقتين كاني بعرفه من سنين. جورج تغريني حميته هيدا. انت ايش فرن جورج؟ فين اخذ الورقة؟ هول هنا. ليه هول؟ هول ترك لي هون ليه؟ ايه؟ حلو. ايه ايه ايه. مرسي مرسي. طلع لنا هدية. ايه 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 هول. نايس. لكن بتعمل سمة بتعمل زعتر بلدي؟ ايه. عجينتك رائعة. أوه. والبيض بتعرف تعملهم مرتاحين مع هوا بقلبهم حبيبي. ايه مثل البيتزا. البيتزا مثل قصدي. مهمة مهمة مهمة. عجينة رائعة. جبنة جامبون لبنة تحميصة على الطرف. رائع رائع رائع. من هول العجينات يلي بيعبوا الراس. كثير حلو السبيس عندك. هلا سوري تاخير بس كان عندنا شي 15 ستوب ووصلنا بعد الشمس 5 دقائق. كان في سانست كثير حلو شفنا الشمس عم تنزل. يس اهلا وسهلا انتوني. خبرين شوي على السبيس تبعي كم اوضه فيه شو بتعمل؟ يس نحن سمول جيست هاوس وي هاف 5 بيدرومز اوكي 3 اون ذا ابر ليفل اند 2 اون ذا لوور ليفل اند ا سمول جاردن اريا اند ذس از اور بار اريا هلا اكشلي اليوم نستفتحها فيه اوكي. كم سنه صار لكم فاتحين؟ 3 ييرز. هيدا ثالث سنه ثالث موسم بس اذا الله راد رح تصير summer and winter. نحن سميناها escape لأنه it's a whole package. They escape from the city. هون كتير رواء مثل ما شفت around us كله nature و sunset view. نحن منقدم spa services in the garden. هن spa services is my specialty. That's my expertise. I'm a skincare specialist. And I offer homemade cooked meals. I love wellness and I love making food. بيت العائلة. This is بيت العائلة. الناس عندك. That's right. انت دايما هون. أنا عايشة هون. عايشة هون. Yes, أنا عايشة. ما فيكم تشوفوا جوا. Okay. وبستقبل الناس وبحب أني أعيش معهم okay. لحتى أعطيهم the experience اللي يحسوا حالهم they are at home. So if you notice, even the furniture is like old mixed with the new. So it's like perfectly imperfect, and that's the whole concept of my place. And this is my mom and dad's bed. And this has been their bed ever since we moved to Lebanon back in 1982. It's a little bit of everything. I call it makhluta. هيتا نتعرف على البار سكشن. جاك لذيذ الفكرة. عم نحكي عن بار. Yes. شجر. منظر حلو. البحر على يمينك. هون عم بقرا academics. Yes. شو يعني شو واحد بيعمل؟ Okay, academics. It's a bar school. We teach bartenders and we teach regular people as a crash course. They can come to Elaza Escape, have a drink on the bar and live the experience تبع البار. They do their own cocktail. They create your own syrup and they shake their cocktails and enjoy. Cheers! صرت بارتندر هلا. هيدا الاكزامبل عن الاشياء اللي واحد بيكل عندك. مزبوط. These are all the vegetables from my garden. أنا بقطفون وبزرعون. ما
سمك كبير، فريدة، الجرو، الامتياس، اللقوز، السفرنا يلي هي البراكودا، شوية قرايد، سبلدة. هيدا بي كيف لوك جدي؟ هودي صير هلي شيلن ابن عمي كان هو بالبحر بحري شيلن هلي انت بتزينهم بتقلوا عسقوا ايه طبعا اكيد Thank you لو بلاش نهار معك بس رجعت ربحتك اخر نهار كمان اي اهلا وسهلا هلا بعرف ما قدرنا نطلع بالبحر كان الهواء كتير قوي يا ريت بقى الهواء لهلا رح نموت اي راح الهواء ورجعنا عشية لتعينا انه هذا شغلنا الغبص المليف السلطان في ناس تانية هي بتشتغل عليه انا باخده منه شو قصتكم او عائلتكم مع البحر هون جدي بحار صياد بي ينزل مع جدي وانا انزل مع بي نحن تعالنا شوي على السياحة البحرية إذا ما نزلت كل يوم على البحر أنا بحس في نقص حتى من كابتن برم أغلبية البلدان 100% قررت ترجع لهون وتبقى هون بعد يمكن شي 20 سنة سفر بالبحر قبطان أعالي بحار رجعت على البترون هون على هاي القعدة افتحت مطعم أنا والعائلة وقعدين هون كتير طيبين كتير طراية بس انتبهوا على التياب ايه صبيدة جب حبره بطاطا مثل ما كانت تعملها ستة ايه very fresh very simple بلقمة هيدا بفوت على القلب ما فيها ما بدها تفلسف يعني بتدوب دوبان ما بيعرف يعمل اخطبوط ثلاث دولاب بتكون كوتشوت وعي على البحر ولا احلى من هيك كانت تشالنج كم وقفه بقدر اعمل قديش بقدر اكتشف من قضاء البترون بثلاث ايام امبارح عملنا 19 وقفه 19 اكتشاف اليوم في 15 محل نطرنا ثلاث ايام داي 2 اوت اوف 3 بالبترون ببلش هلا وقفه هيك سريعه على البحر مع الصيادين واحد عن جد بيروق راسه الهواء جاي من البحر صوت الموج ومنقلع من صفر طلوع 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 لا اكثر من 2000 متر بعدنا بقضاء واحد الخبرية كيف بلشت؟ مثل ما هي؟ الخبرية بلشت انه كنا قاعدين بكورونا لوك داون ما فينا نعمل شيء وانا كنت بدبي وجيت ما عندي شغل فحكيني ابونا الضيعه قال لي بول في 3 4 معزيات للبيع حبك تيجي معي تنشوفهم اذا منيح لانه انا عامل مهندس زراعي قلت له ايه ما عنديش مشكله بجي ابونا فخلص المشوار انه حبيت انا المعزيات واشتريتهم هلا هالمعزيات كانوا حبالة جمعتين ثلاثه خلفوا هالمعزيات ودقوا لي المعزيه عم تخلف طلع بدك تحلو بالمعزيه قلت لهم كيف بدنا نحلو بالمعزيه قال بتحلو بالمعزيه بهالطريقه احلى من المعزيه مبسوط اول مره بحلو بمعزيه حامل صوت الحليب بيجي فيه على البيت
بقول لها مارتي بونجور، معي سطل حليب. من وين جبته؟ قلت لها من المعزيات. شو بدي اعمل فيه؟ اول يوم كبينا السطل، ما عرفنا شو بدنا نعمل فيه. تاني يوم قلت لها مارتي حرام المعزيات وعم بتعذب تحلبهم، خلينا نشوف شو معقول نقدر نعمل بالحليبات. قلنا منجرب نعمل جبنة. اول كمان قالب جبنة شو صار فيه؟ فارط، ما مشي حاله. يعني بعد 4-5 أيام من بعد ريسيرش انترنت وشلنا الغبرة عن الكتب وشفنا كرات الجامعة، فاخر شيء وصلنا لمرحلة انه طلع معنا قالب جبنة. لا مين بدنا ندوقه؟ للأمات. دوقنا هو طيبين اكتر ما نحنا منعملهم، طيبين هالجبنات. قلت لها مرتي يلا هيتا نبلش نعمل. صرت انا مبسوط من الاربع معزيات، صار عندي 40. قلعنا بطريقة كتير سيمبل وكتر خير الله الكل اللي عم بدقوا الجبنة عم بحبها، وصار عنا ويكلي كاستمرز. مارتي ساعدتني كتير وهي مين اللي مستلم التصنيع، وأنا شغلي أكتر بالمزرعة هلأ تهتم فوق تنكبر production الحليب تنقدر نكبر المصنع لقدام. كتير حبيتكم مزارعين المودرن. أوكي. هذا البلد أو الجبنة اللبنانية اللي إجمالا بتكون مبرومة برا. صحيح. باتروون كله فريش. السمودنس تبعها والأسيدتي الكتير قوي، بتقرص لسان، بتقرص سقف الحلق، بتفوت على كعب الزلعيم. مرحبا 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 مرحبا. اهلا وسهلا. احلى باحلى اللحام بتاعي حبيب قلبي. كيفك سيد انطوني؟ انا منيح. حيل عليك منيح. ها انا عظيم 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 مبسوط قد الدنيا. انا الملحمه معي رخصه من سنه 83 خدتها عن ابو عبود يعني بيي، الحمد لله ماشيين فيها وصار لنا 30-40 سنة فيها. أنا بفتح كله عيد. كله عيد؟ كله عيد. بتجيب الخروف وأنت بتجيب؟ بتجيب الخروف والبقر المعزي كله أنا. أنا لازم واحد يوصيك قبل الوقت أو دايماً فيه؟ عطول من التنايم للأحد. شارب البونجور. الله معكم. هو اللي مبين من هون هو يمكن صليب كتير كبير، بس هي شغله اكبر بكتير كتير 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 100%. مثل ما عم بتقول هي الفكره كتير جديده. نحن عم نحكي عن مشروع مش بس الصليب، الصليب هو الاليمون الوحيد يلي طالع بقلب هالمشروع، ولكن نحن عم نحكي عن منطقه 50,000 متر بخدمه الزوار وبخدمه السواح. فاذا هو نحن عم نحكي عن سياحه دينيه بيئيه غذائيه بالوقت ذاته بقلب هيدا المشروع. بتحب ضيعتك اكيد، وانت لك دعوتك بتعتقد اكثر بكثير من انه بس تكون بالكنيسه، فخدمت ضيعتك بفكره جديده ان شاء الله الكل بيتعلم منها. عنا أرض للوقف، كيف نستفيد منها تنطلع مصاري ما ناخد من الكل. نحن قديش فينا نستثمر بقلب هالأراضي حتى لا ترجع لخدمة الإنسان، المجتمع المحلي والأكبر شوي صغيري. الأوريجينال بالصليب أنه عم نشوف هالأذرع هالإيدين، إيدين الصليب يلي هني واقفين بالهواء 10 أمتار بعرض 5 أمتار بارتفاع 5 أمتار. الإيدين بيساعوا 200 جوا و 200 على السطح. إذا هيدا قاعدين وبيحمل دقلهم وبيجي. Thank you.
وسهلا. نحن فرن السياحة بسمار جبال كار بين يمين، بلشين إنا تقريبا 5 سنين، هلأ فتنا بالسنة الخامسة. It's a family business، أنا والبابا والماما وابن خالي والشباب عكيد بيساعدونا. بلشنا فرن ونصرنا نتطور شوي شوي. شغل على الميزان إنا 5 سنين، يعني منعجن على الميزان، زين العجينة بالمحل على الميزان، كل عجينة إلى وزنها. يعني هيدا 150 جرام، زعتر 170 جرام، اللحمة 70 جرام، بيتزا 300. يا هيك ترويع يا بلا. بدكم تشربوا شيء معه؟ اه ابشر سخين. بلا جوي كنيسة الرواق خلصوا حاك من جهتش 500 سنة ورا. من بعد البرمة كفينا كفينا كفينا، وصلنا على فرن السياحة. فرن السياحة بنص ساحة سمار جبال، سمار جبال بالبترون مش بجبال، في كنيستين ولا أروع من هيك، القلعة اللي شفتوها بالدرون، ومن كف البرمي بس وقفة هالعجينة الغير شكل، خبز طازة، بيض، لبنة، بيتزا، والعائلة كلها شو كلها سوا عم تشتغل بالمطبخ، الجو عندهم بياخد العقل. شفيع الضيعة كنيسة قديمة بتفاصيلها، كل تفصيل، البلاط، الحفر على الحيطان، الحجر، حتى الكنيسة ساعات بتبرموها بتحسوها انه منا 100 و200 سنة، عم نحكي بألف ويمكن شوي أكتر. حتى ساعات بتطلعوا بالجرس شو مرسوم عليه، شو محفور عليه، منا من عويدنا، خاصة بالكنيسة الجديدة. إذا هيدي شفتوها حلوة هيدا نروح سوا نشوف يلي بعد أحلى كتير. هاي شقفة وحدة، ما في شيء بيمحي تاريخ لبنان، تفاصيل الحجر، المعاصر، الديتيلز، كل صخرة منقوشة، كل زاوية بتطلعوا فيها بتتخيلوا ميات أو ألوف السنين. وبعدين توصل على محل في كنيسة حلوة كتير كتير حلوة، وتفوتوا لجوا وحيدة يمكن بالعالم. Impressive. الشجرة الركبة على القد الطالعة بالسور يلي مغطيتها كلها، الشمس ما بتفوت عليها أبدا، الأرض مش معقول مش معقول. رأيك كيف نقينا برميتنا؟ هنا برمتنا حبينا نفرجي شيء بالبطرون يمكن غير عن بقية القصص يلي عم تفرجيها، شيء بنتميز فيه وحرام العالم ما تعرف فيه يلي هو السياحة الدينية. البطرون فيها كتير مواقع دينية ومن الساحل للجرد، فحبينا هيك بكل منطقة بها ثلاثة أقسام، ساحل وسط وجرد، كون عم نفرجي كم محل فيهم يزورون، وكمان بنفس الوقت حيلا حدا يعني من أي طائفة فيكون عم بيزورهم كمان. ببرمتنا من كافة وصلنا على دير ماريو حنا مروم بكفر حي. دير كتير عظيم كتير مهم، وما بعتقد انتو بتعرفوا قديش اهميته، قديش في حضارات قطعت عليه جينيريشنز، يعني ميات سنين. نحن هون بالمركز البطريركي الاول مع البطريرك يوحنا مارون يلي هو اسس الكنيسة المارونية ضمن الكنيسة الانطاكية سنة 685.
بعد مار يوحنا مارون البطريرك الأول البطاركي انجبروا ينتقلوا إلى جرود جبال لأنه هون كان قريب من الساحل حتى يبعدوا شوي عن إمكانية الاضطهاد أو سهولة الاضطهاد وبلشوا من فوق من ينوح بجرود جبال بينوح سيدة ينوح دائما كان بمراكز البطريركية ياخذوا شفيعتهم السيدة العذراء مريم فهالدير كان مزدهر جدا وصل يبقى في حوالي 150 راعي ولكن الاضطهادات كملت تاريخ الدير هو مثل تاريخ شعبنا وتاريخ وطننا لبنان في عدة تفاصيل مبينة من تحت شيء بالنص شيء صحيح صحيح نزاد عليه فترات عطول اللي بيلفت النظر أول ما تفوت يمكن من الكتير محلات قليلة بلبنان كنيسة بثلاث جراس صح مطبوبة جوات حرم الدير جوات حرم الدير هيك كان إذا بدك الهندسة الأديار اللي كانت عطول فيه هيك نوع من ممشى داخلي وساحة داخلية وكذا حتى الرهبان يعني هن يقدروا يصلوا فيها آخر بناء صار فيه او ترميم صار فيه على ايام البطريرك يوسف مستفين بال1812 البطريرك يوحنا الحلو امر انه هالدار مثل عين ورقه يتحول الى مدرسه اكلينيكيه لتنشئه الكهنه بلشت كمدرسه اكلينيكيه وبعدين مدرسه مفتوحه للألمانيين بلشت تاخد دور كتير من 1820 1840 1860 1870 أخذ الدور كتير مهم كموقع ثقافي كانوا يعلموا هون بالمدرسة يعلموا سبع لغات خلال كل القرن التاسع عشر هالمدرسة عطيت كبار من جملة البطرك حويك تعلم هون هو صغير البطرك عريضة تعلم هون وفي كتير شخصيات مدنية وهي اليوم بالدير في عدة اشياء كثير مهمة فيهم بينتهم اذا اليوم حدا بده يزور في او يشوف الكرسي تبع مروان مصطفى بنقول في الكنيسة كثير قديمة في التاريخ القديم تبع هذا الدير واليوم هو الاساس المطرانية تبع بترون مضبوط وتخيل المرمى وتخيل الاساسية برمنا بس كمان كل الناس بتسأل عبالي روح وين بروح وين بنام في جاست هاوس تايني ليتل ميني مع منظر على البحر اسمه سكاي باتريت يلا نطلع سكاي اون يور واي على طريقتك هاي منال هاي نايس مهضوم دكتور هيدا هو سكاي جيست هاوس اوضة زغطور مهضوم بس في كتير طاولات برا بس انا بحجزك كلها مع طاولاتها بعمل بارتي مزبوط هو اساسا البروجي معمول اذا حدا عنده شيء ايفنت او شيء يعني هو بيكون بحاجه اكثر للاوتدور سبيس واذا حدا جاي من بعيد اكيد وبحب ينام هلا الاوضة صغيرة ما بتساع كتير اشخاص بس انه في صوفا بد وتخت قديش واحد بحجز على الليلة؟ 300,000 مع سبيس برا كل شيء كل هيدا سبيس ما بدي اشتغل اليوم يلا نكست ستوب 3 برادرز جن حبيبي منا هون نرجع مرة تجي بس السبيس بياخد العقل very nice كيفك؟ هاي
سوري الكليب انا جاي بس اشوفهم موجودين ويسكي وبيرة خبرني شو ويسكي ومارتو بيرة انا احكي بالمشروع في هالكليب اللي عاملين ضجه 100% مين ما بيطلع لهون بيسأل عن الكليب حتى بتشوف البروفايل تبع العالم حاطينهم يا البروفايل يا الكفر يا الشغل وهالتعب كل اخذين محلي بتفوت على مارتينوس في عندك ثلاثة زون عندك كامبينج زون بانجالو زون تشيل زون وعندنا زون كمان الرابعة يلي احنا ثلاثة واحدة اثنين ثلاثة الرابعة يلي احنا مش فاتحينها هالسنة هي الايفنت زون بيجوا العالم بيستأجروا بنأمن لهم كل شيء بين تويلت كهرباء مي حطب كل شيء علينا فور فري اوتيل صغير 100% تقريبا بانجالو اثنين ثلاثة وهيدي تشيل زون احنا مستقبل فيها عالم في حال ما كانوا حابين لا ياخذوا لا بانجالو ولا تنت بيجوا بيقعدوا عنا بياخذوا كل شيء من الريستوران تبعنا ريستوران فيه 100% بيسين فيه انا بجي فيه الكول فيه كل شيء بنقول الفوت فوت من الباب وفينا عيش معك 30 اهلا وسهلا فيك مع الكليب قصدي مشان ميرسي حبيب القلب شيل اوت زون فعلا اجواء كثير حلوه في شجر لدرجه ما بتشوفه شي حوالي يكون هودا العرقات شغل معلم عبده كله بلدي العنبات نحن بنعصرهم بلا مكنه بلا بلوط كله بينشغل على الطب تفضلوا دغمه هو فيري اروماتيك فيري فيري اروماتيك فيري سموز هاي هيدا عرق ما بيقرص ما بيزعج مريح بيعمل حلال مظبوط بيعمل ابيض على كل الكاس غني سلس وقوي صار وقت الغداء انتو كمان؟ انت كمان انتو كمان؟ انتو كمان جديد؟ انتو ضايقة يعني؟ مسيطرين على الوضع يلا من الاخر شو عندكم؟ عندكم البنجلس فوق والإيفنت سبيس عندكم مطعم الضيعة؟ انا ريستو بابون ميبي اوكي مارين مايونيز نحن كله بنعمله وال كل شيء بتشوفه قدامك نحن كل شيء بنعمله صوص بيتزا كله 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 هذا هو نحن عنا فوق فينا نايمك فوق من طعميكم فأكلنا كتير طيب كفخي الله نحن فاميلي بزنس كل شيء نحن مشتغله أنا والماما والبابا وإخواتي ضيعتنا صغيرة مهضومة وفيك تصلى نحن حدر كيفين دغري بدي سرافقك كيفين معنا ما رح تاكل معي أنا باكل وحدي لا رح أكل معك رح شيرتك أكيد مونيك فريدي ربحني جميل نحن هون بجبل المحابس بحرين بلشنا بهالشغل ببناء المحابس سنة 2000 صار في عنا بهالجبل تقريبا 15 محبسي
مع عمود أبينا مسمعان على رأس الجبال مع دير مرمرون هوني وتلميزه. فينا نطلق على الجبل، الجبل المقدس بحرديد. هودي مبدأين أنا عمرتهم مش وحدي، مع الناس اللي ساعدونا وساهموا معنا. طبعا مركز صار مركز حج بيجي من كل العالم لقلهم من لبنان، من كل اللي بيجوا على لبنان. هي مبنية على الطراز القديم، هي عمرها 20 سنة تقريبا وما جاي يعني. وهيدي مبدأين صار مركز قداسي بهالجبل بداية القديس العنطلة الحرديني الساب الحرديني. بعد نهار عظيم تقريبا قلنا شي 13 وقفة وبعد فيه 2 رجعنا لوين؟ حردين وبعدين عنيحة. يوسف تتذكروا عملنا برمة نيحة كانت كتير حلوة، برمنا فوتنا عنده على البيت، غدينا، فرجينا الأرزات وغيره وغيره من الأشياء، وحتى الخروف والملحمة هالضيعة العظيمة اللي شوي منسيه وبتخلص صار عندها رجعنا لها. بس ما كنت عامل حساب انه يصير معي وجع ظهر. يوسف وين رايحين؟ رح نطلع راس الجبل، هو الانترسكشن تبع ثلاث ضياع، نيحة مزرعة وحردين، حاطين عليها الصليب. Very good. Off road سيارة تحت وطالعين طالعين طالعين مشوار، عم نجرب نلحق الشمس تنفرجيكم سانست رائع على الراس. مش معقول الجمال. منبلش بأول مرحلة اللي هي خرج تابلو، الخضار أصفر، تراب شوي رملة، الجلول يلي جدودنا مجلليلهم، وبالآخر بالآخر عندكم تنورين. عمالة الشمال بتشوفوا أرز الرب وتفوق فوق القرن السوداء، إهدن، أيتو، وأكيد واحدة من أروع ضياع لبنان مغروم فيها شو بدي لكم، يلي هي منيحة. بين الخضار بيوت القديمة، كم بيت تزيين يمكن كلهم مع بعضهم، والطريق بتسكر عندهم، فواحد بده يقصد ضايع، مشان هيك بعدها كتير نظيفة وكتير مرتبة. بالوادي كل الأراضي الزراعية، شي رائع شي رائع رائع رائع. ربير من تحت الصليب مبين كبير، فبتوقف تحته واو عظمي، وشغل حديد براغي، هوا عواصف هون يمكن شي 100 كيلومتر بالساعة ما في شي بيهزو. المغامرة كانت مش هينة ابدا. اول شي تبني النخوة انه بدنا نعمل الفكرة، الفكرة دغري قالوا اوكي. هلا الشغلة انه نطلع نفتح طريق مش موجودة اصلا. اول شي اخذنا دعم البلدية من الاستاذ باخوس، طلع معنا هو دغري، بس قلنا له بدنا نعمل هيك، كان اول واحد طالع معنا لهون، قال بتعملوا اللي بدكم اياه وانا بدعمكم بكل شي. بس وصلنا لهون خلص ارتاحت القصة. الشباب من المزرعة كانوا بيشتغلوا بالحدادة، زوزو عملنا الرسمة تبع الصليب، مهندس تاني ثبت لنا القاعدة بالحديد اللي ركبناه هون، عملنا دراسة ركبنا القاعدة، ناس اجوا من الديمان ساعدونا بصب القاعدة، يعني كل واحد اجا جاب شغلي وعملها. كل سنة بنعمل احتفال هون بعيد الصليب، يعني اخترعنا عيد صليب من ماشيين، احنا عملنا عيد صليب بس نقدر نجمع الناس تيجوا يشوفوا كيف ممكن انه لا في ايمان بهيدي الاراضي، وكيف ممكن نبقى باراضينا. بس يشوفوك المحيط انك انت لا عم تعمل شيء فعاليه معينه او اكتيفيتي معينه، لا بصيروا يامنوا اكثر انه الخي نحن وين بدنا نروح، نتركها لمين. هذه هي بس الفكره. مرسي على الطريق، مرسي على الثلاث ايام، مرسي على الاستقبال. يعني بعد ما خلصتين نهار وطلع احلى بلد بالعالم، اهم ارض بالدنيا، اهم شعب بالعالم، ويا ريت كل الناس بتعرف قيمته وبتقدره قد ما هو. مزبوط يا
يس تشيرز يلا سانسيت تشيرز صحتك عن جد اهلا وسهلا وين وين بدني في هيك شفناها بكره من هالميله مع الجبال كنا تحت بالبترون وشفنا تقريبا شي دزينة جبال قبل ما توصل على تنورين هلا صرنا بالقلب وصلنا على تقريبا اخر جبل وعم نشوفها نزول من هون للبحر من صفر ل 2500 وطلوع فيه كل شيء لبنان Good morning. ثالث يوم وعدكم اول نهار بي دي 1 دي 2 دي 3 بالبترون 72 ساعه 51 وقفه 21 ضايعه ما بعرف يا ريت حد عدينا كم كيلومتر عم نعمل كم منقوشه اكلنا والناس اللي بتعقل التقينا فيهم بترون المدينه اكيد بس بترون القضاء اكثر من 270 الف متر مربع او تقريبا هيك شيء بمنطقة كتير حلوة بتبلش من صفر يعني على البحر وبنطلع all the way على أرستانورين على الراس راس يمكن تقريبا على 2700 وشوي وهيدا المنطقة بتاخد العقل بس في ضيعة يعني مع محبتي لكل الضياع في ضيعة بحبها كتير اسمها نيحة اكتشفتها مش كتير من زمان مؤخرا صغير الطريق بتوصل لعندها بدها طريق والطريق ضيقة شوي بس وين ساعات بتوصلوا it's worth it البيوت القديمة وأهم شيء الناس اللي بتاخد العقل عرفكن على يوسف هيك بنبلش النهار بداي 3 بالبترون مرسي كتير نمنا عندهم بير عشية تعشينا مع بعضنا وبيطلع كل مرة بسيارته بيخدنا لهون Thank you so much على كل شيء صحتين نيحة اليوم قطعة سريعة من أحلى بلد بالعالم بنبلش بقهوة بين الأرزات 1550 متر علو عن سطح البحر هوايات بعقده الشمس عم تطلع من ورا من ورا القرن السوداء البحر بيبين من تاني ميل يعني priceless only in Lebanon experience بتعلقكم بأرضكم أكتر وأكتر وبصيروا تقولوا No way ما أجعل بنا مرة بالسنة المشوار اخذ معنا تقريبا اقل من نص ساعه بالجرد بمناظر بتاخذ العقل بتاخذ تاخذ تاخذ العقل وصلنا على طريق زفت بس نحن بطلنا ببترون مزبوط يس صرنا بحدث جبه يعني اول حدث جبه اخر تنورين ومن هون رح نكفي الطريق تنرجع نوصل على البترون على نيحه بس بطريق شوي احسن من اللي كنا فيها قديش حلو لبنان وقديش موصول ببعضهم برمنا نيحة وحكينا كتير بس ما بعد ما شفنا شغلك الأساسي شغلك الأساسي شو؟ عم نعمل فارم موجود الفارم أورغانيك فارم سيرتيفايد وعم نبيع لشركات وعم نبيع برايفت
عاملين شيء اونلاين مع باكجينج، بنعمل دليفري لبيروت لسور عم نوصل، وهي السيزن اللي بنشتغلها بس بالصيفيه. خس بندوره كل شيء بيخطر على بالكم بتلاقوه. شو هالعظمة؟ شو هالكومبينيشن؟ يعني ربنا خلقهم مع بعضهم، الزعترات والبندورة الجبلية اللبنانية. الكامبينج هيدا الروم سيرفيس، واصلين دغري لعنا. أنتوني هاي كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال الحمد لله. رجعت سكرتني، رجعت رجعتني تقريبا 15 سنة لورا. يا ويلي تركتها مثل ما هي، مثل أيام الكشافة. مزبوط، نحن وما نزعتها بشي جديد، رتبنا حالنا بالطبيعة وبس. هون المحل اسمه نيرفانا، فيك تجيب اللي بدك اياه، وفيك اذا بدك شيء من عنا نحن مأمنين، وعنا مطبخ، عنا قعده، عنا خيامنا، وعندك خيامك اذا بدك تجيبهم كمان في لوكيشن. نحن بنص الحرش بس حاسس حالي بمطعم لبناني، بس مطعم لبناني مزبوط هذا. كان نحن عنا مطبخ، اول شغله بحب اقول لك كل شيء عم بتشوفه هون معمول هلا فريش، يعني هدول قطفناهم من جنينة من فوق، بندورة والخيار، حتى الزيتون أكيد بده تحضير الزيتون كمان من هون، هاو الزيتونات هونيك، لبنة بلدية، جبنة بلدية، أوقات بناخدهم من هون، أوقات من ولاد الضيعة، هني كلهم بيعملوا قصص فريش بنفس النهار، كمان البيت بلدي، وكمان عنا الست عفيفة هي اللي بتعملنا الأكل، بتهتم لنا بكل شيء، حتى هون في تين بلدي. شو اسمها المدام؟ ست عفيفة، فينا نقلها عفو. يا عفو نقيشك توب. هذا الدير تأسس من جملة الأديار من بعد حرب 1860 أيام رئاسة الأباتي، رئيس العام الأباتي إفرام جعجع الجراني. بهالفترة صار كتير عودي للضياع وتنشيط للحضور المسيحي بالجبل، بلشوا الرهبان يفتحوا أديار مدرسة. الدير اسمه سيد النجع بصة، على اسم بصة، هو حي من كفور العربي، ضيعة كفور العربي، بسموه بصة لأنه الشمس بتبص فيه، بتلمع، بتضوي، دونك هالمنطقة هي منطقة نور وإشعاع، ودائما الشمس ضربته من الشروق للغروب لبعد الظهر. هيدا الجمال كله شو؟ هيدا جمال الله بعته تنحنا نستغله. بيتكن هون؟ هيدا بيتنا وهيدا بيت الضيفة. رائع، كم سنة صاروا هالبيوت؟ هيدا فوق 200 سنة. حتى بيتكن يعني بعده سقفه خشب بعده؟ فوق 200 سنة. واحد بيجي لعندكن بعيش معكن؟ أكيد. بيت وحده؟
بس الأكل من عندكم الاهتمام الاهتمام جدا فوق الطبيعة. كم شخص فيكم تستقبلوا هون؟ نحن فينا نستقبل نوم 20 20 شخص؟ ايه ومية 100 شخص بس بفيه. ما هو مثل ما هو ما ابدا ما يمكن قاعد هون من زمان. هيدا بتعمه لجدي مثل ما هو خشبات وحجرات ماشي ماشي انا زي هذول الحديدات بس طق بس بس ما في شيء ابدا ماشي مش عامل شيء. وكل البيت هيدا على حجر يعني شقفتين حجر شقفتين حجر. عن هالترويقة العظيم هاي الترويقة اللبنانية الأصيلة من الكشك للجبنة للبيض بقوارمة للبندورة البلدية للمربيات كل شيء كل شيء أنا بعمله بإيدي حتى كل شيء يعني إلو يعني جوزك بيستقبلون أنت بتهتم فيهم بالكواليس روعا الملوحة البندورية مثل كان واحد عم بيكل سكر ما بيكل تفاحة نفتقد له هيدا ما في منه بالسوق هيدا من أرضنا من الطبيعة من المي نظيفة هذا بسموه كشك أخضر شفتوا لونه؟ الكشك قبل ما يتنشف يصير بودرة على السطح مش عم بقدر مش عم بقدر وقف أكل بندوري باي أنتوني ما تطول علينا باي تسمعوا كتير عن دوما؟ تسمعوا عن دوما من أحلى ضيعة لبنان؟ رح فرجيكم ليه يلا نعمل برمس سريع قلت لكم السوق بيعقد من بعد تمشي الكبيرة بقلب السوق بتفوتوا من باب لباب لباب بتشتروا مونة بتشوفوا الاشياء كتير حلوة وبتصوروا اكتر من 50 صورة بتاخدوا بوزة وبتكفوا مشوار روعة من روعات واحد بيوصل لهون وبيضيع ما بقى يعرف اي طريق بده ياخذ وين بده يطلع هي ارز التنورين بس هي اكثر بكثير من هيك صحيح هي بس مش بس محميه ارز التنورين يلي مساحتها 160 هكتار توصل لحدث الجبي نيحه وقفور العربي وقنات يلي هي 600 هكتار 6 كيلومتر مربع اكبر تجمع ارز فينا نقول بلبنان صح هي تعتبر اكبر غابه ككثافه شجر ارز مش بس المحمية مثل ما قلت مع التنورين وحدث الجبة وامتداد هالغابة كلها صور طبيعي بيوصل سواح على مدخل المحمية بيستقبلون الشباب القايدية على المدخل المحمية بالكيوسك بياخدوا خريطة وبياخدوا شرح للممرات الموجودة بقلب الغابة في يمشي السيح من ساعة ساعة ونص لثلاث ساعات ضمن الغابة وبيرجع لنفس المحل بيبلش من نفس النقطة وبيرجع على نفس النقطة بس اللي بيحب المشي الطويل السايح فيه يبلش بهالمحمية يوصل على التنورين تحتها درب المحابس عاملين ولا حردين بيوصل فيه بيقدر يوصل على تنورين فوق يلي هو درب الجبل اللبناني وفيه عاملين درب المطاحن من تنورين الفوق لتحتها
بيقدروا يشوفوا المطاحن القديمة على المي وغيره. أهلا وسهلا فيكم بتنورين. أنتوا هون على ارتفاع 1850 متر، ما حدا في يوصل لهون تيزور الغابة إلا وبدو يحول عصاج مداني. نحن هون أطيب صاج أطيب لقمة. هيدي منقوشة with a view. أهلا وسهلا فيكم عنا بإيكو دليدا بتنورين على مدخل محمية أرز تنورين. نحنا مثل ما بتعرفوا بتعرف كل الناس الحمد لله، يعني صرنا نحنا بحدود 10 سنين هون. نحنا فتحنا هون، فتحنا هالأوبرج وهالمطعم اللي هو أكل بيئي، أكل طيب. الناس بتجي بتقضي نهار كامل بالمحمية وبتجي بتاكل عنا وبتنام، وتاني يوم بيكملوا رحلتهم، خاصة اللي عم يمشي على طريق درب الجبل اللبناني أو اللي بيجي بيحب يقضي نهار عنا هون بتنورين. Welcome to Lays Fountain. أهلا وسهلا فيك بليز فاونتن أوتيل. هو أوتيل عين الراحة. هون في ضيعة قريبة اسمها عين الراحة. عمي هو من عين الراحة. So حب يعمل أوتيل هون. As you can see هون is the most famous spot للماونتن كلايمينج. So نحن الأوتيل بيطلعوا الناس أول شيء بيريحوا بالهم من بيروت. They release stress and they can do activities. You can walk by the river. You can mountain climb. You can hike up to the village. في عندك شلالات كفر حلدة، بلوع بلعة، محمية الأرز. يعني there's في كتير قصص فيك تعملون هون. واهم شيء واحد يطلع يريح راسه. سو الاوض كثير كبار، التربيه كثير طيبه كثير كبيره. ببلشوا البرايسز 360,000 لشخصين مع ترويقه، وعندك ب 400,000 وبتطلع لل 900، يعني من الشخصين لل 10 اشخاص حسب شو الريت. يعني وي كان اكوموديت لهذا الشيء. اهلا وسهلا فيك بسما بشعلي. هيدي بشعلي الاثريه، بشعلي الزيتون 4000 سنه قبل الميلاد. نحن الاصل من الضيعة بس سكان بيروت. العالم كله ببيروت فاتحه مطاعم ومكوتره هالمطاعم بلزق بعضهم. انا اخذت قرار انه بدي اجي اقعد هون بوج ارز لبنان، افتح هذا المطعم لوكيشن وسميه مطعم سما بشعلي، لان انك مثل ما انك شايف كانك قاعد بالسما. يعني مش انه بنيات حدك ومدري شو، هذا قاعد بالسما بالفضاء طاير. شو السيجنتشر موجودين هون؟ انتبهت انه التشيز روز غير التشيز روز بيكونوا بالسوق. صح. كبده رقات اشياء سبيشاليتين. انه نحن بينزل في اشياء كثير بينزل بالفخار، بيضه بقورما بتنزل بالفخاره، الني بينزل على بلا خشب مش ما بينزل بالصحن. تعال عندكم لذيذه كيسك مشولها من رمضان. عن جد من هون بتشوف دوما المنظر مثل ما قلت والارزات. مزبوط مزبوط. من هون محل ما بتحسوا حالكم بالسما رايحين لهونيك بنص الشجرات، بالنص بالنص مع منظر كمان على دوما. مشوا قصيرة 3 دقايق وهي اخر طلعة وبنوصل. حلوة كتير الفكرة. كاتب cheer up بتبين من الجبل محل ما تكونوا بين كل دومة. Very interesting. Amazing. واو. عن جد واو. رح امشي على الشجرة رح نفتش عليه. وين رحت؟ يلا جاي. طمي خويت خويت خويت
قالوا لي جاي على محل هو كامبينج، بس كل ما اقطع بالجبل ما كنت عم شوف شيء، كنت عم شوف خضار. اند ذن بتفوت على محل جونجل. انا شو شفت؟ شفت رواق، شفت ريسايكلينج، شفت ديتيلز، شفت او ماي جاد. اول مره يمكن بلبنان بشوف هيك شيء صراحه. هي الفكره بلشت بطريقه كتير عفويه، كانت قاعده صغيره لإلي او ومشيت شوي شوي وصارت هلا مثل ما انك شايف هذا الكامبينج سايت. كم شخص بتستقبل؟ بحدود ال50-60 شخص وعم نوسع. هيدي واحدة من القعدات مثل كل قعدة بتجي برايفت، الجروب اللي بيجي بيقعد فيها بتكون برايفت لإله. سو القعدات مثل ما شايفين فيها الدوليب والطاولات كلهم معمولين باي هاند ميد بإيدي، اب سايكلينج ستايل، ما مخلي شي يروح كبع الطبيعة. هيدا الستوف أو الوجاء أو الصوبة اللي بينشوى عليه، وبذات الوقت بيتولع في نار لهالطريقة من هون، ومن فوق بينمسح بيتنظف وبصير جاهز لينحط عليه حيالله شيء بحبوا ياكلوه. هاي أنتوني. هاي مايا. سبا. أهلا سهلا فيك. خبريني شوي. خبرك اول شيء كنت ناطر تكون، ثاني شيء رح اعرفكم اليوم على بيت جد اسكندر يلي هو ريسنتلي نيو جاست هاوس بشعلي. اوكي وام سو اكسايتد حتى تشوفوه وتشوفوا الديتيلز القديمه اللي فيها اللي هي شغل جد. كم شخص بيقدر يقعد فيه؟ اربعه اشخاص. منظر على كل الضيعه. نشوف الشغل العتيق اللي فيه كله يعني نحن ماشيين كله فيه شبابيك وبواب، وهيدا المطبخ الصغير المهضوم مع المشك القديم مع تطريز هو للستة للماما جانا حطيناهم and that's it. حتى السيفون حتى القديمة I love it. تخيلوا بيت اكيد بيت كبيت شرعي اربع اشخاص تقريبا بس 150 الف على الليله، ارخص ما انه تستاجروا بيت على شهر. واو اميزنج. باتريك بشعلي شغل كبير، ضيعه قديمه، زيتونات من الوفات السنين، وكمان عندكم تريلز وسم الله مش تريلو اثنين، سبع تريلز عندنا. قصه بشعلي تريلز بلشت من 3 سنين على قد اجينا دعم من اليو اس ايد من جمعية بشعلي للتنمية ومن بلدية بشعلي، صار في ديل بينهم ثلاثتهم انه يكون في اوبننج لمشروع الزيتونات تنعرف قديه مزبوط عمرهم، لانه 2045 سنة عمرهم الزيتونات، قررنا انه بهيدي البومينج الكبيرة يكون في اوبننج للمشروع ويكون في وراه تريلز حلوين كثير من سنتر الزيتونات تبع بشعلي تفلش على كل بشعلي، فنحن عندنا 7 تريلز. بلد صار له الوف السنين، من البحر، من السور الفينيقي، من القلعات، من الجبال، من هالارزات، واهم شيء من هالزيتونات اللي صار اكثر من 2045 سنه. تخيلوا بلد هالقد عريق، هالقد قديم، فجأة يخلص؟ ابدا، لانه ما حدا قبلنا استسلم ولا حدا من الجيل القديم استسلم، واكيد نحن ما رح نستسلم على دورنا. اليوم بهالايام انترنال توريزم صار وقت انكم تظهروا انتم واولادكم وتتعرفوا على لبنان، على احلى بلد بالعالم. 3 ايام 72 ساعة 50 وقفة ب 21 ضيعة وبعدنا بأول الطريق. قضاء البترون بيعقد وصار وقت انتو تكتشفوا معنا. إذا عبالكن ما بدا شي لحقوا كل الوقفات أو دقوا لليف نو تريس وبقولن كتير مرسي على كل التحضير، راي عمل شغل بياخد العقل من النوم للأكل للناس اللي تعرفت عليهم. عن جد 3 ايام ما بعرف كيف بعدني واقف عجرية بعد كل الركض اللي عملناه، كان لازم عير كم كيلومتر. شو رايكم بسطتوا بهالبرمة؟ وبهالوقت عبالي اقول انه نحن بيروت ما نسيناها، وبيروت ابدا 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 ما نسيناها، بس كمان بهالايام لازم نرجع نتذكر كلنا سوا انه لبنان ما بيموت، وفي 1500 ضيعه، في شعب ناطركن، في ناس محبه، في ناس عبالها تعيش، في ناس ما بتستسلم، ناطرتكن وناطرتكن بلبنان. كل قلوبنا مع بيروت، قلوبكن لازم تكون مع كل لبنان. من هون بقلكن باي، ومثل هالزيتونات ما رح نموت ورح نضاين بعد 2000 سنه. Thank you.
مش بس ما بنشبع منه، احلى بلد بالعالم اكيد، بس في اكتشافات جمعه ورا جمعه ورا جمعه، قلع قديمه، تراث، تاريخ، وفي ناس اليوم ما عندها تاريخ وماشي حالها ومقلعه. نحن عنا تاريخ مش عم نعرف نحافظ عليه، يعني قديش هالشغله بتوجع القلب. بلش التحدي جمعه الماضيه او من جمعتين، كانت 20 ضيعه 50 وقفه، كفى التحدي وعدكم اليوم في كمان 20 ضيعه ثانيه وتقريبا 50 وقفه ثانيه. Are you ready؟ بترون من البحر للجبل بهالنهار الرائع، مشوار ببلش. اللي بتشوفوه بحسب التاريخ هي قلعة فينيقية، لكن اكتشفوا أثارات من أيام البرونز، يعني أيام العصر البرونزي، يعني عم نحكي قبل الفينيقيين. هلا رح تشوف إنه كل المراحل ما رأيت لحديت آخر شيء وقت الحضور السوري موجودين هون، حتى هذا كان آخر وجود بالقلعة، ونحن هلا حاليا موجودين. كل العصور اللي مرقت بالتاريخ مرقت بهالقلعة، والقلعة كانت مرتفعة بحالها، يعني في مي، في معصرة هون، كل المعاصر قدامنا هون، البيارة جوا عندك على قلة 8 بيارة، فمحصنة أكيد، لأنه كل قلعة بحكم موجودة مجبورة تكون مكتفية بزيتها. محلات يعبون مي حتى يصعبوا الفوتة على القلعة لجوا. هذه بنشوفها بالبترون، بنشوفها بأنفي، وهلا عم نشوفها هو هذه الجورة الكبيرة اللي أغلبية يمكن حجارة استعملوها تعمروا، أكيد حتعمروا جوا 100%. بكتول يا مر نهر حضار حضار جيك من بيروت زوار، وكبل كبل 250. يا مر نهر حضار حضار جيك من بيروت زوار. هذا تقريد أنطوني موجود من أيام زمان، ما بعرف قديش تاريخه، كل الزوار بيجوا لهون. هون هذا بير مر نهرة، نحن هون حد القلعة بسمار جبال، فمر نهرة لما فقروا له عينيه دوكيانوس الحاكم كبوه هون وضلوا عايش لتاني يوم، عصب دوكيانوس وبعدين صار يجرجوا من هون للساحة. فالمية البير لما بتتعبى الناس بتجي لهون بتقصد هذا المكان، بتحط هالعملة الصغيرة ما بعرف من وقتها، وبتقول يا مر نهر حضار حضار جيك من اي ضيعه، وبيحضر عليهم مر نهر. قوة الشغله انه ايمانهم اذا الرب سمح هيدا المي بيمسحوا فيها عينيهم والرب بيعطيهم شفاء. نحن عندنا دفتر خاص سجل بيسجل كل العجيبه اللي بيجوا بحبوا يسجلوا اساميهم، وبيجي بالميات بالسنه. شو هالاكسبيرينس؟ يا ريت فيكم تحسوا الريحه، ريحه الضيعه، ريحه الاشياء هيك عم تحترق شوي، حدا عم بيولع يمكن شحاله، الارض الحجر، البيوت القديمه، صوت العصافير، الزهور المورده. سبحان الله شو حلو، مش معقول شو حلو. انا ابونا الي سعاده خوري رعية سمار جبال، وبعد شوي رح نستقبلكم بقدة ومرحزيات. نحن هون بسمار جبال هلا برعية مر نهرة الشهيد، بدي اعزمكم حتى تتعرفوا على الكنيسة الأثرية، تفضلوا معي. يلا خليك جاي جاي، خليك جاي. اه سوا. انطون نحن بكنيسة مر نهرة الشهيد بسمار جبال، هالكنيسة الحالية هلا هون بتعود للقرن الثاني عشر، لكن رح ارجع افرجيك القسم اللي اكتشفناه حديثا اللي رد الكنيسة القرن السابع، عم نحكي من اقدم الكنايس. ليش هالكنيسة مهمة وقديمة؟ لأنه استشهد هون مر نهرة، مر نهرة منه لبناني، خلق بدمنهور بمصر، كان وثني هو وعائلته ارتدوا صاروا مسيحيين، وبعدين أثناء تبشيره بالمسيحية انتقل على الإسكندرية على عسقلان بفلسطين، سور عمر كنيسة هونيك، صيدا، جبيل، البترون. كنيسة كتير سبيسيال بكل أجواء، يعني نبلش أول شيء بهول الزخرفات اللي شوي بذكرونا ببيت الدين أو بهذا العهد، بعدين عنا الحيطان شوي لوق تيهدوها للكنيسة إذا إجي تهزي ما توقع، عنا العواميد الكتير كبار مثل القلعة الرومانية. أبونا كتير سبيسيال بكل شيء، كيف ثاقبت هالقد أو ليش بس ثاقبت؟ لأنه أهل الضيعة كانوا على تحدي، هالقد في وعي عندهم لدرجة أن الكنيسة بده يحافظوا عليها لكن ضمن اختصاصيين،
فحافظوا علي اهل الضيعه هون. هلا عم نعمل بروجي تنرجع نرمي من جوا ونجملها ونبين الاشياء اللي كانت مخفيه. واكيد بعدنا محافظين حتى المسبح بعده الكاهن اللي هو انا بقدس ظهري للشعب، مش انه حطيت طاوله ثانيه لانه هذا التراث كمان له من 1890 تقريبا معمول هالمسبح، انا بعدني عم اقدس على مسبح قدسوا فيه اجدادنا. ناطريني. اوهو محمس بحبتني ها؟ وقفت على اجرتين؟ اكل اشياء طيبة قرشتهم غير شكل. 10 بقرات بالبيت حد البيت، معمل صغير بيعمل جبنة ولبنة، حتى نتعرف على جورج والعائلة. جورج خبرنا شو هالمشروع الحلو. انت بيتك، انت والعائلة، انت والولاد، والوضع البلد عم بيقلب، جبت بقرات، ارض حلوة عم تزرعها. مشروعي اللي رح اوصل له يعني تقريبا بالربيع منبلش، هو كل إنتاجي اللي طالع عندي لبن لبني جبني حليب هلا عم بيتسوق، بيجوا ناس وبيجوا أصحاب بيجوا جروبات وهيك، رح بعمل معه ترويقة يعني بتصير تجي تتروق كل شيء بلدي من إنتاجي، من الحليب للجبني للبيض للخضرة، بيتروق واحد بيتسلى بياخد غراضه إذا بده بفل. الجبنة واللبن الناس من وين بتشتريهم؟ بتجي لعندك؟ من عندي بالبيت. شو بتعمل أنواع؟ بلدي دوبل كريم، وما عندي حليب الا لاعمل حلوم وعكاوي، عم بغير عم بكبر مشروعي غير محل كبير. على قد البقرات في 10 بقرات شفتيهم هونيك، بتعمل جبنه؟ في هداك العريس. هداك العريس 9 بقرات، والناس بتجي لعندك بتشتري من عندكم. بعد ما شفت شيء ابدا، هلا بعدنا بالترويقه مثل ما بيقولوا. اول شيء 3 ايام اللي عملناهم قبل اكتشفنا البطرون مثل ما قلنا كانوا شيء اخوات، العالم كثير انبسطت، الناس عندها فيدباك كثير حلوه، شو عم بيجي اشخاص من ورا هالحلقه يلي صورناها، وفي كثير ناس تحمست تعوا لعنا بليز وينكم تعوا نحن ردي تعوا بدنا نعمل 20 ضيعه جداد تقريبا 40 ل 50 وقفه، رح نشوف فيهم تنوع بين محلات بتقدم ترويقة، منامة، أفران، مطاعم، جاست هاوسز، محلات دينية سياحية وقصص حرفية بلشت يمكن تختفي بلبنان، رح نرجع نضوي عليها. هي الفكرة أن يكون بالجو مشتري قاعد على الأرض. معلقة ترويقة روعة، العائلة بتعقل عم تسمعوا الضحك وراي، وهيدي الأجواء اللي بعيشوكم فيها بتحسوا حالكم قاعدين عندهم، البيض دغري ركب، الخبز، الساج، قاعد هيك بس أمينة تبع إذا وقعت أكسر ظهري، فيني قلكم إنه شي إخوات، يعني مش أقول للأسف إنه ما رح يفتحوا قبل ربيع الجاي، بس النهار اللي بيفتحوا رح تجوا تعيشوا إكسبيرينس الضيعة، إكسبيرينس الفارم عندهم بالبيت وتفلوا مع أكبر ضحكة على وجهكم. مين وين؟ أنا عم بنبسطها. سيف؟ بونجور، اسمي منى باسيل، انا بشتغل من سمار جبال، نحن منطقه البترون، بشتغل كروشيه واشياء يدويه، كروشيه توتريز اوبيسون كانفا دونتيل بريتون كل شيء جمالا بيجوا لعنده.
كله على البيت. إذا حدا متوصل فيك رقم التليفون 03-463-215. هيدا وجه صينية مثلا. أنا ساعات بشوف شرشف مثل هيدا بياخد تقريبا يمكن شهر. تقريبا 3 جمع. اسمي جورج يوسف، كل شغلي بشغل بالخشب الزيتون، بس ما في عندي خشب غير شيء بشتغل فيه. بعمل طاولات، بعمل تمثيل، بعمل كل شيء، كل شيء بنشغل بالخشب بشتغله. الخشبة هي زيتون، أول شيء بتكون كتير يابسة، يعني بتكون لها سنين مقصوصة ويابسة، يعني بتكون 4-5 سنين محمصة، يعني انت فيك تشتغل فيها. رقم التليفون 03-30-86-46. ضهرواتي مريحة، وفيكم تقولوا قاعدين على شغلة صار لها 100 سنين. مش بس العقد، مش بس الحجر، الفريسك على الحيطان يونيك. قالوا لي قديمة، قالوا لي حلوة بس مش هالقد. وفعلا أول ما حدا يفتح الباب وبيطلع طريقة العقد، طريقة الحجر، مثل كأنه عدة حضارات قطعت عليها، بترجعك لوفات السنين لورا، وبعدها مثل ما هي او مرممه على القليله بطريقه كثير مضبوطه. نحن بكنيسه مرسيبا الاثريه بقد البترون عم بتقول انه الارجيتكتور مميزه صحيح، وكانه كان مكافاه من الصليبيين للموارنه، لانه الموارنه ازارون بحروبهم اللي اجوا لهون ضد المماليك، عم برون الكنيسه اللي هي اوريجينال بالارجيتكتور تبعولها، بتشبه شوي مار يوحنا مرقص بجبال، وبتشبه شوي كنيسه مرجرجس برشكيدا. اذا بتطلع من برا بتلاقي انه فيها سقف عالي وسقفين واطيين، وهيدي تيبيكمان كنيسه صليبيه. بيميزها هالكنيسة مش بس بناء المميز والحجارة اللي حاطينه بطريقة مميزة، هن الفريسك اللي موجودين يلي ما كملوا تصويرهم، لأنه البطرك دوهي بيقول أنه 1265 لما عرفوا الموارنة يلي عم يشتغلوا بهالكنيسة جوا، أنه وصلوا المماليك على ساحل الجبال والبترون، قاموا طمسوا الأيقونات وما عادوا كفون، لأن هيك بتطلع بتلاقي بعد في أثارات طين أو الكنس اللي موجود، والرسومات مش كلها سوا خالصة. بعدين حبي الأجراس بطل سر، فقدرت أطلع أشوف الجرس. فارس نفاح، يعني أكيد بيت شباب، وابن أخيه يوسف، يعني هاليوم عم يعمل إنجاز واسمه نفاح يوسف نفاح، ويمكن يكون ابنه. وبعدين صار له أكثر من 100 سنة برياحة، ودغري بنعرف من بيت شباب بلفاته اللي هن من هون، لفة 2-3-4 زخرفات، طلعوا قديش مهم بإيده. واو بيوتي رائع. شو بعدك فوق؟ انا رايح. ايه جود باي. تركته فوق على السطح وسبقته على الترويقه. هلا بخلص اشياء الطيبه بيجي هو بكلهم مسقعين. اسمي ليندا، نحن بقدة البترون. و شو بدي لك بقى؟ رقم تليفون 03-549-883. عظيم. نعيش معجنات، اكل، ورق عريش، رز عجاج، كبة، كل شيء بعمله، يعني كل شيء كيترين، كل شيء اكل طبخ بيت بتعمله. ايه وعندك صاج راكب هون قدام البيت. ايه والناس فيها تجي لعندك تتروق فيها.
كوسا وبندورة روي انزامي بلا بصل بس تنشي بلا بصل طيب شيخوا العالم طب تفضلوا قعدوا ويلا طلعوا على معتها شو حلوة تاخد العالم حموضتها قرشة الكوسيات جوا خبستيك توب وين راح؟ هي هالسيارة شكله هون هات نشوف انت هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ انت سبقتني تركني اجي ماشي من الكنيسة لهون اي والله تعالي كريم فيك تتروق معي فاينلي اهلا وسهلا فيكم البيت بيتكم واسمي مالفينا انتم بضيعتوا هما هلا قاعده تحت السنديانه عندنا كذا مطرح يعني العريشه الخيمه بنحضرنا اكل من حواضر البيت الاكل القديم يعني بيعملوه ستاتنا وجدودنا حبيت ذوقكم الهريسه المعموله من قمح ولحمه مع كرون بطحينه وكبه بطاطا فيكن تتصلوا فيي وانا بأملكن الاكل اللي بدكن اياه رقم التليفون 03-46-56-06 شو تكون عجبتك؟ عارفي ناس ما بتحبها لانه هيك شكلها يمكن مش حلو كتير او تمغط هي لازم تكون من اروع ما يكون بالدنيا unbelievable favorite روعة أوه بعدك هون؟ أنا رجعت إيه؟ خليك برمتنا حلوة كتير فيها ترويقة فيها غدا فيها ناس عم تشتغل بالبيوت وفيها محلات فاتحة أورادي ثلاث أيام بالباترون بكفوا وصلنا عند 3 برادرز جين مرة الماضي ما كانوا هون قالوك ها مرة من اللي إيهون هيتا نشوف Good morning. Hello, Anthony. يعني واحد بكون قاعد معكم هون بهالأجواء الحلوة الخضار الألوان الشجرة يعني بتعيشوا 100 سنة غير الشغل اللي بتعملوه لازم يكون من أهم شيء بالدنيا. أنتوا بالثري براذرز ديستيلري صحيح نحن بتشوفنا اثنين بس نحن وصولاً ثلاثة نحن ثلاث إخوة بلشنا إس بارتندرز نحن وصغار وكان حلمنا نعمل الجن تتوفى خينا الصغير على عمر 22 سنة قررنا نكفي الاستوار اللي كنا حلمنا نعملها وبلشنا نعمل الجن ليش الجن؟ ليش مش فودكا؟ ليش مش شي تاني؟ نحن از بارتندرز بنشرب كل العالم كوكتيلز بس نحن بنشرب ستريت على طول كنا نشرب ويسكي كل حياتنا ونقول انه ليه ما في جن بينعمل ينشرب ستريت مش جن تونيك او جن كوكتيل بس بلشنا عم نعمل جن بلشنا نعمل دراي جن مثل حيالة جن بنعرفه بالسوق وكان جن فور ميكسينج جن تونيك جن كوكتيلز سو رجعنا صرنا نرجع لورا بالهيستوري تبع الجن ووصلنا على مرحلة البروهيبيشن بس كان مقطوع الالكوهول او ممنوع ينعمل الكوهول باليو اس عم نحكي بال 1920s سو كانوا يعملوا شيء اسمه باث توب جن البروسيس اللي كانوا يعملوها فيها انه بيعملوا ماسيريشن لجونيبر بيريز مع بوتانيكلز بنيوترال سبيريت وبيرجعوا بيشربون سو نحن رجعنا عملنا هيدا الشيء in a modern way والجن تبعنا بينشرب ستريت كأنك عم تشرب ويسكي كأنك عم تشرب فاين كونياك صار في جرأة اكتشفنا الجونيبر بيريز بجرود الهرميل شفنا العالم عم بيقصوا هالشجر سألنا شو هيدا الشيء قالوا لنا اللذاب واز نحن بارتندرز عرفنا انه اللذاب هو بينعمل للجن بينعمل من اللذاب من وقتها بلشت الريسيرش تبعولنا وطلقنا اول جن لبناني هو الثري براذرز طلعنا فيها وبلشوا العالم من بعد ما اكتشفوا يعملوا الجن للجن للجن كل هول صح
موجودة بالقرنينة؟ مظبوط 100% 22 بوتانيكلز. اكسبكت شيء بيقرص دراي ابدا. ببلش شغلي اروماتيك كانه واحد عم يشرب بيض كثير مريح. بعدين ساعات اللي بتشربوه هيك بيعبي التم اول اراوند، بيترك على كعب اللسان شويه هيك قرصه مهضومه كثير صغيره بلا ما يكون كثير قاسي. ومثل ما شايفين يعني بكبايه البيض بياخذ هواياته بيرتاح، التلجات بفوتوا بيناتهم. Oh, I'm loving it. تعشو بار وقعدة. تتخيل هيدي نو جارليك نو انينز كار، نطلع بالضيعة كاميرات وين ما كان، الغراض حط اجر على اجر. اهلا وسهلا فيكم، انا عاطف ابي نادر من مرح الزيات. مشروعي بلش من سنتين، هو زراعة النباتات العطرية وتربية النحل. تربية النحل كانت هواية وصارت أكثر جدية. زرعنا الزباع، البعض بيسموه زعتر، بيخلطوا بينه، هو الاسم العلمي تبعه الأوريغانوم سيرياكوم يلي بيستعملوه بالمناقيش. وأكيد في زراعة سماء، وشايفين الزيتون بيطلعوا الزيتات من عنا تتخلطوا. النحل أهميته كتير كبيرة بالزراعة لأنه هو العنصر الأساسي بتلقيح النباتات كلها. بالإضافة نحن اخترنا النحل مع النباتات العطرية لأنه غذاء المفضل للنحل هو النباتات العطرية. هول أغلبية الأشياء عندك إياهم بأرضك، الناس كيف فيها توصل لعندك وكيف فيها تشتريهم؟ منتجاتنا بالوقت الحالي عبر الاتصال على رقم التليفون 03-536-836. عاطف أبي نادر مرح الزيات. بودايا جرينلاند عندي هذا المشروع هلا 3 شاليهات صغيره بتساع 4 اشخاص، فيها كل شيء، فيها اي سي، فيها تي في، فيها براد، وفيها تختين، تخت كبير تخت صغير، وفيها صوفا بيت. واسعارنا متهاوده، اسعارنا كثير واطيه، يعني ببلش بال 120,000 ل 140,000 ل 160,000 مع ترويقه انكلودد. ميشيل أنطوني ناطرك، صار لي فترة كتير طويلة ناطرك. أشهر من أن تعرف مثل العالم اللبناني. محبينك كتير، الزبونات اللي بحبوك كتير كتير كتار. إن شاء الله اليوم نقدر نشوف شيء كتير حلو عنا، محضر شيء مثل ما نحنا، لن زايد ولا لنقصان. يلا هلا Thank you. حلوة وكريمة وألوانها حلوين. ثانك يو. هيدا فكرة جديدة بالبزنس، صحون جديدة. الميزة العربية أنا بعتقد أول حدا بيقدر يعمل هيدا الشيء الحلو اللي شايفه. ألوانها حلوة، بدنا نقول طعمة، بدك تعطيني رأيك بالطعمة. منهم مبرومين كلهم بالطول، معبيين مظبوط. نحن صار لنا 6 سنين بهيدا المحل، هيدا المحل عمرناه بعرق جبيننا. كثير بنحبه، هيدا شقفة منا، نحن فاميلي بزنس، بيور فاميلي بزنس. الصحن ما بيطلع على الطاولات الا ما اشوفه انا وابني ومدام. حلو. ممنوع يطلع على الطاولات الا ما نشوف ثلاثتنا.
بي التقيت بصديق جرجي. يا مي يا شكاوي هيدك يس ربك. شو عم تعمل هون؟ لك انا عند ابو ميشيل انا في ماجي لهون. اذا انا ما جيت لهون الحجي ما بتاكل الا هون. هيدي شعارنا نحن من الارضات لعنا للطاوله، من البقدونس الورق عريش نحن بنلمه نحن بنعمله، اللوبيا نحن بنزرعها. رائع، ما في تفلسف ابدا بالطعمه، كل شيء سام، كل شيء على الطبيعه، ممكن 80% منهم فيجن او اكثر كمان، فيري هيلثي، ومثل ما شفتوا ما في شيء بيظهر لهون اذا مش العائله كلها عطيت البركه. صحيح والله، علي قوي شيء خويك. شلي اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا. انا بس بدي اكل بجلهم مش بس جرجي. بينك اكل فيه نفس الف، هذا اكل من القلب. من الصبح لهلا صارت الساعه 4:30 وما عم نهدى. قديش في اشياء واحد بيقدر يعملها بلبنان وما يهدى ابدا، فيلا طلعوا بالسياره انت والعائله وبرومو. هلا من بعد ما اكلنا اكل كتير طيب، العائله بتاخذ العقل شو هالعالم. فمن هلا بعد ما برمنا جانا على البحر بترون، صار وقت نطلع بالمي. فجايب معي هول انرجي بارز، انا ضروري يعني شويه انرجي قبل ما نكفي. ابريكوت، بوم جرانيت وريزن، بعتقد رح اخذ بوم جرانيت. اسمهم جايا، كثير طيبين، كثير خفيف، هوم ميد، معمولين من كثير نوتس، كثير بيعطوا نشاط وحيويه. البيس تبعهم اكيد بينوت باتر. رائع. نروح هلا نين لبعد شوي ومنقلع. I love it. هلا نحن طلعنا البحر، اليوم هوا من الشمال شمالي، رح نطلع نفتح الفولات نعمل سيلينج شوي. نحن يوجولي بنعمل تريبس all over the world يعني. هلا رجعنا على لبنان، بتعرف بترون فيها كل شيء، بتعقد بترون مطاعم، جاست هاوسز، اوتيلات، كل شيء. حبينا كمان نجي شوي على البترون، هلا باخر صيفية تاس بيكون حلو نعمل سيلينج تريبس بلبنان، سبيشلي بالبترون. ساعة اللي بيفتحوا ساعة اللي بيفتحوا الكوفيد 19 واخبار، قادر تطلع من لبنان على تركيا؟ اكيد. على اليونان؟ اكيد. نحن على ايطاليا؟ نحن يوجولي بنكون اكثر تركيا، يونان، ايطاليا، مونتينيغرو، كرواتيا، حيالله ما تروح ميديتيرانيا. على الهوا. على طول على الهوا، وهلا اخر مرة جينا من تركيا دغري على لبنان. إذا حدا بده يعمل تورات معك هون بلبنان ويطلع على كل الشاطئ، رقم التليفون 03-43-1122 اكسوسيت سيلينج. يلا نيكست. وصلنا. أنتوني اميزنج. نحن فيها الموسيقى لانه كوبي رايت، بس كثير حلو الاجواء، كثير حلوين.
نحن وين؟ Thank you so much for coming, Anjad. We're a big fan. Welcome to Batroun, Awashi and Darmanji. نحن بcommunity hub اسمه Darmanji. في عنا الجست رومز فور شورت تيرم رنتل، عنا كمان ذا لونج تيرم ريزيدنسي لانك 1 مانث اور مور. وي هاف ذا ويلنس بار، نعمل فيري هيلثي فود، بنجيب كل البروديوس من لوكال ماركت اند هيلثي ايجز اند فيجيتابلز فروتس اتسيترا. في عنا كمان ذا يوغا اند هيلينج بروجرامز اند ايفنتس، سو وي دو ديلي يوغا. عنا نومي تحت العقد، تحت الأجواء الحلوة. كونسيدرينج بعرف بالعقد شوي صرت ببرماتي، هذا عقد كثير سبيسيال اللي هو منه مصلب، بس نص برمي من ميل وبرمي تاني من تاني ميل. هيدا مثل كأنه كانت قاعدة حدا يوجولي انسينيور أو هيد أوف سيرتن ريجن، كان يقعد من هيدي الميلة. هيدا العقد أصعب بكثير ما ينعمل مصلب، فـ I feel privileged. هاي، واحد هون بيجي بيغير اجواء، اكيد بغير اجواء. هو بار بس سبيسيال، هو اكيد سبيسيال لانه كل شيء نحن بنستعمله مينلي اورجانيك، كل شيء خاصه هيك تو ريلاكسن ذا بيرسون تو ديسن اب هيم. فكل شيء نحن هون ايكو فريندلي، ما بنستعمل لا بلاستيك هيك مثل الكبيات مثلا، بنستعمل فريش كوكونات والاخبار. Cheers. Cheers. شو عملنا؟ عملنا شيء اباز ذا جن، في كثير هيربز وفي كثير سبايسز هيك كثير طيب. Very refreshing. Yes. معمول من براون شوجر وسلتن. في اجى سويت اند ساور. واو، كان عم يشرب زهورات. ايه صح طيب. سوبر refreshing. Et ici, on mange une cuisine du Cameroun? Oui, on fait aussi. Je fais aussi des mets camerounais. Falafel du Cameroun? Oui, il y a hot falafel camerounais. Au Cameroun, on appelle le beignet coquille. Et je fais aussi du riz avec la sauce d'arachide et des champignons. Ça fait combien de temps que tu es vivant? Ça fait déjà 5 ans. 5 ans? Oui. كل شيء هيلثي، كل شيء سبيسيال، كل شيء ملون، كل شيء فيه حياة، بلاستيك ما فيه. Very good. Very healthy. وأهم شيء ما فيه توم. تيغطي على الطعمات. عن جد اكسبيرينس فايدة من نوعها. الأكل بهول الصحون لذيذ كتير، فيه حياة، فيه ألوان، فيه فريشنس، فيه شيء كتير غريب. حتى هون الأجواء، الموسيقى كتير حلوة، الضوء كتير خفيف. حسيت حالي من الدقيقة الفت على الباب، حسيت حالي سافرت أنا وبعدني بالبترون. من هون نخلص ونلتقى بكرة. بكرة وعي كتير بكير، يوغا بشكل غير شكل. قبل ما كل البترون توقع نحن رح نكون قبل الضوء، سان رايز، صوت الموج، اند يوغا 101. يلا، جود نايت.
Good morning. Very good morning. So it's already 6:30, sunrise. It's very important to start the day with breathing, with meditation, with connecting with yourself. ومشان هيك بدارما جي دارما is finding your true desire in life. كتير مهم انه to connect yourself تتعرف عن جد انت شو بتحب تعمل بالحياة, كيف بتحب تعيش, to be happy. ما بعتقد في احلى من تبليش. البحر رايق, صوت الموج, صوت الرواق والطبيعة. فصل الخريف من احلى الفصول, ساعة اللي بيكون رطوبة راحت, الالوان كلها بلشت تصير متناسقه بين الازرق بين الجراي, ولا اروع من هيك. امبارح اذا ما حضرتوا روحتوا حالكم كثير. داي 1 ان بترون, اليوم داي 2. بلشت تشالنج تقريبا من شهر ونص. من شهر ونص قلنا بنقدر نعمل 20 ضايعه, 50 وقفه بثلاث ايام, كانوا كثير طوال بس ولا اروع من هيك. كفى التشالنج وقلنا 20 ضايعه 50 وقفه ثانيين بثلاث ايام غيرهم, وبعتقد رح نعمل ثلاث ايام غيرهم وغيرهم وغيرهم. منطقة منطقة تنكون غطينا كل لبنان. عم بكتشف ضياع جديدة, عالم جديدة. اليوم ويلنس مورنينج, ترويقة خفيفة, نومي كانت كتير مريحة, وهيك نبلش نهارنا التاني. وصفار البيض اللي عم يدندل من مكان, افوكا على القد, يعني ملوحته على القد, البهار برا, البيضة مثل ما شايفين منه اوفر كوكت. فانا عنده شي 30 سنة فاتحينه, فتحته انا اكلت خبز قبل مش قمح بلدي. انا بحب الطابون المرقوق يعني بنسميه احنا, ما عجبني. راح افتح انا بقمح بلدي وبرمت على الفلاحة, ما كنت اعرف حدا, كنت مسافر انا ما كنتش اعرف حدا هون. برمت 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 وضيع ضل الساعة 10-11 بالليل تجيب قمح ادخله على المطعم يقطحنه ارجع اجي اخبزه. الحمد لله مش حال, بعدين عرفونا صاروا هني وصولنا ومش الحال. انا رقاق عمره شي 100 سنة, رقاق عمره شي 100 سنة كانت لقلنا لبن جدي لخالي, كانت 50 سنتي. خدتها أنا على بيروت, عملتها كروم كلها هارد كروم, وعملتها 70 سنتي. يعني الريف أكبر ريف موجود بلبنان, ما فيش بلا بكبره. طين من خالي, ملح, خميرة, ملح قليل, طيب خميرة, سكر ما في أبدا نهائيا, قمح بلدي هديني ومي. أهلا وسهلا فيكم بالدير الأم لجمعية رهبات العائلة المقدسة المارونيات, المركز الرئاسي العامي, وبنفس الوقت هو بيت الابتداء, مركز للرياضات الروحية, مركز لخياتنا الكبار المرتاحات, وأكيد أهم شيء بهالمحل هو ضريح المكرم البطريرك اللي يصلح بيك. نحن هلأ بالباحة الخارجية, باحة مار الياس يلي على اسم أسسنا المكرم الياس لحويك, كان بيشبه له بغيرته, هو رجل نار ونور. نعم برمن, يلا أهلا وسهلا. ها
هالكنيسة هي كنيسة العائلة المقدسة مثل ما أنا شايفين يسوع ومريم ومار يوسف، لأنه المكرم لحويك راد أنه الرهبنة تكون تحت ظل العائلة المقدسة. هالكنيسة هيدي انبنت وتدشنت على يد المكرم لحويك سنة 1913. المكرم البطريرك الياس لحويك توفى مثل كل البطاركي واندفن ببكركي. بعد 5 سنين من دفنه بنيت ورهبات العائلة المقدسة، وخاصة بالوقت بهداك الوقت كانت بنت خيو جوزيفين لحويك هي الرئيسة العامة على الرهبنة، فحبوا انه بين الروحي ومؤسسون يكون موجود جسمانه بهالبيت بالذات بالدير الام. وهيك ب 12 ايار سنة 1936 نقلوا جسمين المكرم البطرك لحويك من بكركي على عبرين. كل صورة، كل حيط، كل شقفة بتخبركم عن تاريخ لبنان اللي نحن كتير منفتخر فيه. هالزلمة اللي اشتغل لتاريخ لبنان، لاستقلال لبنان، لبنان الكبير، تيجمع بين المسيحية والإسلام. هيدا البطريرك اللي ما قبل أبداً ينشال ولا سنتي من أرض لبنان، اليوم موجود هون، وانتو عم تمشوا بترجعوا بتشوفوا التاريخ العظيم والإنجازات هيدا الدولة وهيدا البلد العريق. بونجور. بونجور. خبرنا عنك، نحن وين اليوم؟ نحن هون بعبرين بمشغل بعمل فيه قش وبامبو، كل شيء بيتعلم بالقش والبامبو، كراسي، سلال، صواني، كل شيء حرفي على شغل ايد. انا خلقت بقشة، عمري 3 سنين صار معي مشكلة بعيوني وانطفوا عيني. رحت على مدرسة لبنانية للضرير بعبدة، رحت تعلمت هونيك درس عادي، وبعد ظهر كنا ناخد إذا بدنا مثل أكتيفيتيز، تعلمت فيها الموسيقى وتعلمت البامبو اللي هو القش، وهلأ بشتغل فيها. كيف تتخيل الشغلة؟ كيف بتشوفها؟ كيف تعرف كيف رح يطلع شكلها؟ كيف تلحق حالك؟ بصممها براسي وبصور، أنا بس اشتغل بصور لمسها، بدرس الفكرة يعني بجمعها براسي، مثلا قداش لازم يكون وسع، قداش لازم، وعندي متر بيحكي بيقل بقيس بيقل قداش قداش المقاس. حديث كتير كتير كتير، الايد ما بتدقى ابدا، بفوتوا الزيتونات، من الزيتونات مثل ما شايفين هون بيظهر كل شيء ورق لبرا، بترجع بتفوت تنعصر، وبديكانتر اللي هو احسن تكنولوجيا بيطلع الزيت عن المي اللي بتروح. وهون اذا بدكم براطه فيكم تتمشوا وتاخذوا معموديه ورق ال جود مورنينج عن جديد، والبرمه بتكفي، ترويقه واحده ما بتقدي، فاكيد رح نعمل ترويقه ثانيه وثالثه. فوصلنا على محل كثير مهم، هو اساسا بالبيت، اسمه فرن دلال، تحت انطر حجر كثير حلوه، فاميلي بزنس، بيعملوا شغل كثير طيب،
كتير فيه نفس، منقيشهم من أطيب ما يكون وبعدهم طعمتهم تحت سنين من السنة الماضية. بالحلقة تبع شابطين، بضيعة شابطين وبرمتنا بتكفي بهالعشرين ضيعة بدنا نبرون بهالثلاث أيام، وصلنا على فرن دلال. من هون نطلع الدرج بتفوتوا على قلب القنطرة بهالأجواء الكتير رايقة بين الشجر. It's a family business، home business، حد البيت. يلا ردينا نتروق مع بعض، نطلع أطلع. هون فرن صغير بالضيعة، ماما دلال، أختي ليندا، وأنا يوسف. It's a family business، بزنس صغير بلشنا تقريبا من شي 3 سنين وبلشنا نحسن ونزبط. كنا على أساس مش رح نفتح فرن، كنا على أساس عم نتسلى حد البيت. كان عنا فرن من زمان سكرنا فترة صغيرة، تعرف رجعت العالم بالضيعة هون بليز عملوا لنا منقيش، بليز عملوا لنا منقيش. رجعنا بلشنا ببزنس بالمنقيش. أنا من 20 سنة أو أكثر من 20 سنة حبيت، كان أهلي عندهم فرن بيت بيي بالضيعة، عندهم فرن على الحطب، كنا نشتغل على الفرن. قلت له أنا بدي أفتح فرن، هاني صار دارج فرن على الغاز وجرب أشتغل بالضيعة تشوف إذا بيمشي الحال. ما كانش في فرن بالمنطقة أبدا إلا أنا، فتحت فرن ومشي الحال، وصار تجي الناس عندي من بيروت من كل الضيع يأكلوا عندي على الفرن، كان فرني بنص الضيعة. طعمة البطاطا المحروقة التوستد مش محروقة، والخلطة الشربانة مظبوط، ما بدها غير دب لبنة مسقعة. ثلاثة الجبنة بيناتهم، الخضرة من فوق، الخبزة طرية صغيرة تحت، البرسنتج تبعهم النص اخذ اكثر بكثير من فوق وتحت، يعني ما في خبز اكثر من الحشوه. One of a kind. طلعوا المربى، طلعوا الزبده، طلعوا النقط، السمسم اللي بقلبه، العجين اللي مستويه مظبوط طريه كثير. يا سلام، ذكرتني بستي. Very emotional thing. هذا الشيء مش معقول. انا باخذ تيكت طياره تاكل هيك شيء، بس فيني اخبركم. واو، البروجي أنطوني اللي احنا عم نشتغله هلا نبيل وانا هو انطلق من فكره انه عندي مخطوطات انا وردتهم من اهلي، وبدي احاول احافظ على هالارث لكن بدي اخلي الناس تطلع عليه بدون ما يدقروا بايديهم. فاجت الفكره انه ليش هالمخطوطات، مخطوطات هن كل شيء مكتوب بخط الايد، ليش ما بنكون عم نصورهم يصير نيميريك يعني ديجيتال، ونخلي الناس تجي تقراهم لكن مش بدون ما يقروا الكتاب. هالفكره الصغيره انطلقت لفكره اوسع، حتى نعمل سجلات الرعايه وكتبنا تنحافظ عليهم بيطيروا. وبعدين طلعنا بفكرة أوسع وأفضل، هي إنه نطرح على الناس ببيوتهم، خلوا مخطوطاتكم عندكم وسجلاتكم والحجج القديمة، ونحن بنجي بنرقمهم وبنعطيهم كود بنصورهم، وبعدين بنخليهم سيدي بضلوا عندكم، والمخطوط بضلوا عندكم، لكن اسمحوا لنا إذا بدكم إنه يكون هالسيديات اللي معنا موجودين لكل شرشر. أنا نبيل يوسف، أنا بالحقيقة اختصاصي هو ميكانيكال إنجينيرينج، بس من 6 سنين حبيت التصوير وتعرفت عليه، ومع أبونا إلي فتت شوي بعالم المخطوطات، عالم كتير حلو ومهم، وصرت أعرف أهميته وما كنت أعرف قبل مثل يمكن أغلبية الناس. ١٧١٢ حضر نهرة التونالي الفغيلي. هاي فغيلي؟ نعم. لا هيتهم كانوا كلهم حكمة بوقتها وخطهم مش حلو. ايه بس متى بتتعود تقراهم بسرعة. طب بتقرا الجملة كلها انت؟ فغالة من فغال. هامن من فغال. مناطق ولا اروع من هيك، اللي بيلفت النظر هن هالجبال، خضار خضار قد ما بتكون قولوا، وكيف ما تبرموا بتشوفوا جلال، قديش جدودنا كانوا عايشين هون، والحلو بيوت قديمه كثير، بنايات قليل، واساسا البيوت كثير بعاد عن بعضهم، كل الجبل من اول بترون وطلوع ولا اروع من هيك، 20 ضيعه المره الماضيه، 20 ضيعه هالمره، وفي ضيعه وصلنا لها هلا انا ما كنت سامع فيها قبل، اسمها دوك. دوق؟ ما بعرف، بس بعرف بنلبى على بعضنا.
بونجور، اسمي ربيع طانيوس، انا من الدوق. نحن هون بنشتغل بالنحل، عندنا عسل اسود اللي هو عسل سنديان، متميز فيه، عسل كله فوائد غذائيه. نحن على ارتفاع 600-700 متر، كل الضيعه بفتره من الفترات عندها نحل كان، وكل زهره لها لون عسل معين. يعني هلا المن بشكل عام بيكون لونه اسود، بس حسب نسبه. يعني نحن هون صحيح انه عندنا عسل من، بس مش معناتها انه ما عندناش بقيه زهور وبياخد منها. اذا نسبه المن خفيفه شوي بيغير لونه. هيدا عسل اللي مثل ما قلنا عسل سنديان. يعني عسل اسود، عسل من هو. طعمته كتير طيبة، وهي بتميز انه لونه اسود. يعني على طول عسل سنديان لونه اسود بيبقى قاسي. تخيلوا انه في حيوان صغير بيعمل شهرات عظيم، هذا بيفيد للصحة. ما بتحرق الطعيم، كتير سلسة. صحتك. تجرب اعمل لقمة جاينت، بس ما عم بعرف احتيل عليه. طماطور سوبر مالتي تاور بانكيك ميلفاي. صور اخذنا، كزدور عملنا، صار وقت نروح على الغدا. مش اكل كفايه اليوم. مطعم القلعه 73-72 المطعم. الناس اكثر شيء مشهورين حبل الفراغ بقرص النيفه، اللحم النيه، التبوله، كل اكلنا طيب يعني. كيف؟ اهلا وسهلا فيكم، وانتم ببيتكم تتبعوا حالكم. نحن جينا عائلة مثل ما انك شايف، الوالدة، عمتي، تايتا وبي اكيد تعرفتوا عليه برا، وهيك رجعنا حبينا نضل هون بهالبلد ونستثمر بضيعتنا. مش حيلا مطرح يعني الخام القديم يعني المطبخ مثل طلعوا المربين مثل مطبخ التايتا القديم. رائع 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 رائع. يلا اكيد اللقمة رح تكون غير شكل. نقعد على الطاولة. كبه روعه، سمبوسك روعه، حمصات عظيمين. الاكل فيه نفس بيت اللي حسيته بالستات اللي جوا. وبالاخر ساعه بتيجي لعندكم طنجره الفوارغ شغله مهمه. شغله سجعان. رشيد شليله من بيت شليله. نحن بعرف انه هي الضيعه تاسست من حوالي 200 سنه. نحن هلا هون بيقولوا لمنطقة النبع عنا بتشليلة. هيدي المنطقة اسمها نبع دلة. سموا نبع دلة لأنه كان بيقولوا إنه في مرة عندها صبي اسمه دلة ومات وعندها كتير أراضي، فسموا نبع دلة طيبته ما بيقولوا. نحن هون بمنطقة بيقولوا لها الغويط. هيدا مركز النبع عنا هون.
رائع رائع رائع، قديش في اشي حلوة. ومنيح انه في كتير ناس بعد ما بتعرفهم لانه مش موسخينهم. قديش في اشي حلوة، وخاصة بهذا الطقس، الوان كلها مع بعضها، رطوبة ما فيش، شمس شوب ما فيه، بتطلع على فوق بتشوفوا غيوم، بتطلعوا بالارض بتشوفوا لون هالذهبي، صوت المي رائع. هذا الوادي كانت تجي المي من هون تقطع وتنزل على مطحنتين، اجمالا واحدة برغل وواحدة طحين. يلي فرجيتكن يون فوق هن تونلين ماي، التونل بيقطع من وراها، ولا مرة الماي فاتت على قلب المطحنة، لأنه ماي رطوبة وطحين بيطلع لكم عجين. فبالآخر بيطلع من ورا، بتنزل من تحتها في دولاب كتير كبير حديد وبيبرمها. أحلى شيء بكل شيء باقي اليوم هو الزيح، هن الزيح اللي عم نشوفهم يلي كانوا اثنين فوق بعضهم، زيح على الزيح ويجرشون. إجمالا في واحدة للطحين وواحدة للبرغل، بهالطريقة بيكونوا عم يمشوا الشغل مع بعضهم، وبترجع الماي بتنزل من تحتها وبتلتقى بالنهر. وبيحرز المشوار انكم تطلع على التلة اللي بوجه الضيعة اللي عليها الصليب، ومن هون بتشوفوا كل الضيعة. روي صارنا ربع ساعة اكتشف حلوة كتير دوما. شفت شو حلوة؟ شارع اسمها طور؟ حفظتها. وين مين؟ نايمين عند أليكسي، بس أليكسي مسافر، سو أمه هي اللي بالجاست هاوس. أم أليكسي أنا فيلي نطق بالسيارة ليك جاست هاوس سولر بانلز في ماي سخنة. يعني هون يلا جينا عندك لكان في بلوش بيلحقكم على الطريق عنده مش هاي البيت عمره 135 سنة رمى منيح ابني منوان مغشر وانا وحده بيجوا ناس بيصلوك وانا بيت بجديد وبيت حارة صخرة ما يجرينه يعني انا هيك مع هيك تلفزيون بيجي بحضر نتفليكس بقعد لك انا هيك كل النهار بدك ايه رائع يعني كان هو مصنع الطوابق كان اوضه بيقولوا له ابو اوكي وهذا هاي البواب عملناها شبابيك حلو رائع البيت ما بعتقد بيقدر يتسمى جاست هاوس عادي يعني الجماعه فتحوا بيتهم فرشهم خطتهم ترتيب الديزاين الاشياء القديمه اللي عايشوا فيها بيت من اكثر من 100 سنه فتحوه للعالم بالجبل بدوما تحت الزيتونات زيتون مبارك فاتحين مطعم سمك سي فود تيكون مميز يعني جوزي شاف 30 سنه اول شغله مش انه ابن امبارح او استاذ فندقيه وهو السمك تبعه اجمالا لعبده منطقه الشمال يعني وكل يوم بيوم السمك يعني شو عندنا حجوزات بيشتغل على هالأساس وشو موجود بلبنان هذا اللي بيعطي أهلا وسهلا فيكم يا هلا أنت على المطبخ؟ أنا على المطبخ بيك بي المطبخ كمان أمك تستقبل؟ وأمي بتستقبل الزبونات صلى عليها أختي بتحاسب وخي كمان بيستقبل الزبونات وشباب الضيعة بيخدموا معنا على الطاولات تفتحوا كل يوم؟ كل يوم نفتح بس لحد عشية مسكر حمستي الحلوة في المدام ورا الكاميرا وكل شوية رح يحب كل ما حط لأني بتمي بقول مزبوط أول شيء فكرة كتير غريبة بتبلش أن واحد بيطلع بالجبل بيكل حمص بيكل أكل لبناني بس ياكل سمك مثل كانه قاعد على شط البحر ولابس جاكيت لانه برود وصوت اللذيذ يعني جديد شوي
فعلا التتبيله تبع كل شغله فعلا كتير كتير مهمه. جماعه بيعرف حالهم شو عم بيعملوا، اكثر من 30 سنه خبره، حتى السي فود سالاد البرزنتيشن فعلا توب. Four new finishes including an elegant silver, a rich deep graphite, a stunning gold and an all new Pacific blue. مهم لدرجة انه بوقف كل شيء. كان نهار بعقد بس هيدي مهم بالنهار. صار 365 نهار واكثر نظرة للايفنت. صار وقت نجدد ايفون فور بيتر كواليتي لكم. عم نحضر. ايفون 12 بده يولع. بريمير عكار خلصناها بس بعد ما خلص نهار في سهرة نار. Are you ready؟ يلا. صارت نار. Nice place. Very nice place. نار والعاني، موسيقى حلوة، الشجرية كلها مضوية. أهلا وسهلا فيكم بباين سترو. مثل ما نكون شايفين نحن تشيل بلايس بضيعة دوما. كل يوم نعمل سهرة نار مع مطمورة. نحن تقريبا يعني يلا قربنا تخلص الصيفية ونسكر، فلحقوا حالكم وتعوا لعنا. 7-6-5-4-4-4 تروى قاويت. Good morning. نومي خويت. 135 سنة بيت هالقد قديم، رواق ماكسيموم، برودات عشية، فتحين الشباك بياخدوا العقل. بعتقد هيدا أحلى موسم بالسنة. من هون من دوما منقلع ومنكفي تلت نهار بالبترون. شو في إشياء بس أهم شيء نبلش بالترويقة. أكيد ضيعة، ترويقة، بيض، لبنة وجبنة والعدة كلها سوا. يلا جاهزين؟ شو رأيكم بلش بي نطير شوي طائرة صغيرة فوق دوما؟ هاي أليكسي، كيفك؟ منيح عزيز، كل الوقت نسمع أليكسي أليكسي أم أليكسي أليكسي. أليكسي مين؟ كيف قرر يفتح البيت؟ البيت عمره فوق 135 سنة، هو بيت عائلي، بيت سكاف، اسمه هلأ التجاري إذا بدك الكازا دي سكاف أو اسم البوتيك أوتيل. بصراحة هي الفكرة اجت مؤخرا، يعني أول شيء نحنا أنا وردت البيت وقررت اني اعمل له رينوفيشن بس حافظ على الطابع التراثي تبعه وضيف له كل شيء له علاقه بالمودرن لايف. قررت انه لانه البيت بيحمل ومقسم بطريقه انه بيقدر ينعمل بوتيك اوتيل وبلشت الفكره. هيدي هي الترويقه، ترويقه من الضيعه. البيت باورما، البندورة، اللبنة، العسل، المربى السكر وكتير خفيف. أهم شيء السر يلي هو لازم دايما واحد يبلش بمعلقة عسل على الريق. بتفتح المنخير، بتفتح التم، بتفتح المزاق شو بقوله، الفليفرز، الأروماز، it opens up all the senses. من بعده بياخدوا لقمة وبتبلشوا. بيض بقورمة،
شوية لبنة معتقة صار لها من سنة الماضية بتدوب دوابين مثل الكريم وهيك يبلش النهار. كاست هاوس رائع كازا السكاف سداد بتاخد العقل نومة جنون طقس خويت الأجواء بتعقد. فكر انه فخار بس بتشبيل، كنت فكر انه فخار بس بترابلس، لحديت ما التقيت هول محل هول اشياء يلي بعده محلات لفتوا نظري. سميكتها لونها الابيض قديش خشنه قديش بتحمل نار. وين طلعوا؟ طلعوا بالبترون بضيعه اسمها اسيا. وصلنا لهون على المصدر تنشوف شو السر، كيف تشتغل، كيف السيستم وكم نوع فيه. Are you ready؟ سوبر محمد صار لي 3 ايام ناطر هاللحظة. Let's go. بونجور، انا جورجينا من اسيا البترون. نحن بنشتهر هون باسيا بالفخار. نحن بميزنا عن غيرنا انه نحن فخارنا للنار للطبخ، ما فينا نستعمله الا للطبخ. هو كناية عن التراب اللي بيكون دلغاني ازرق وهو تراب اسيا، هيدا لانه بيقولوا هيدا فخار اسيا لانه هيدا التراب ما في منه غير باسيا. وهيدا بيدخله حجر الملح ايه اللي منشوفه بالحقلة بلمة، منجيبهم منكسرهم منصولهم منشيل منهم الحجار منرجع الملح ايه منطحنه، يبقوا من زمان يطحنوه على الجروش يعملوه هيك لحتى يصير ناعم. بدها 15 يوم. شو هن المراحل؟ المقلة لتخلص 15 يوم، هيدي حقها 30,000. 30,000 بدها 15 نهار شغل بس. 15 يوم شغل يعني 2000 ليرة بالنهار يا بلهيش. هيدي تاني مرحلة وأكيد أرخص من واحد يشتري طنجرة ميد بفرنسا يعني. أكيد فكل بيت لازم يكون عنده منهم. مزبوط. قبل ما نبلش رقم التليفون اللي بده يوصل لعندكم تيشتري مزبوط بهالايام؟ 76 835 335. عظيم. رقمي انا. شو هن هون الاغراض؟ خلينا نبلش بالدور. هيدي نحن بنقلها هن من زمان وجاي بيقولوا لها قدري، نحن هلا بنقلها طنجره. هيدا نحن بنقله باربيكيو، هيدا مثلا هيدا بنقله طاجين. هولي يعني للرز للتخمير الأكل اللي ما بده يحط كتير زيت. قرب قرب. خبز الساج روعة أنتوني. البيض والزيتات والملوحة اللي بقلبها. لك احلى بلد بالعالم لو شو 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 ما صار. وين وين في هيك شيء؟ وين بالدنيا في هيك شيء؟ معقول بدك بعد؟
لوجو حلو، واينري يعني نسبيا جديدة، بيعملوا شغل كتير حلو. خيفين شوي لأنه بعتقد رح أكل عيطة. هات تفوت شوف. Good morning. لا. جيت على. أبطني. جيت. أنا سهلة. يعني وعده إجى من. حلك لا. إيه بعد. كلنا نظرينك. سات شغل كبير. سات لوجو حلو. سات كلاسي بوتل. ست سمبليسيتي قلنا 3 سنين عم بيض هيدا 4 سنين عم بيض هيدا الرابع عم نعمل باتلينج هلا هون لقنين 2019 سو مثل ما شايفين مفاولة الخمارة نحن صرنا باخر موسم العصر والفيرمنتاسيون بعد عنا خزنين عم بيعملوا فيرمنتاسيون والباقي خلص ماهر حلب صار لي 5 سنين بدومين المبيت انا انت من المدرسه احنا كنا صار المدرسه ايه بس بذكركم عم بقول لكم نعرف بعضنا نذكر بعضنا من ال2000 تخرجنا مع بعض صحيح بس من وقتها ما شفنا بعضنا وقتها ما التقينا واليوم كثير مبسوط شوفك انا نجحت ووصلت لازم واحد يعمل شيء بحبه هذا كان اساس عندي هلا كنت عامل سبور بتذكر هذا كنت حبه حسيت في شيء ناقص وهذا الشيء نايس كان له علاقة بلبنان وبعائلتي فلاح اليوم الديفينيسيون تبعه بالنسبة لإلي أكبر وأوسع من الديفينيسيون المعروفة بالمجتمع فلاح هو شخص عامل كونكشن مع أرضه بحبها بحب يبينها بحب يبرزها ومنها بيخلق شيء عنده فالور أجوتي بيقدر يظهره لبلده لمجتمعه لبرا وبيكون مثل أمباسادور يعني للوطن أرض صغيرة مهضومة في بنعمل إيفنت برا. أي أنا بستقبل عالم هون عندي مثل جست تيبل عالم تيجي لعندي بطبخلون وبيأكلوا هلا الطبخ إلى سنتين الخبرية وأنا من أنا وصغير ووقتها كنت بفرنسا بحياتي كنت أطبخ لحالي وشوي شوي صرت حب الأكل والطبخ كتير من سنة ونص تقريبا قلت أنا عالم عم تيجي لهون بدي دوقهم أكلاتي كمان ليقعدوا ينبسطوا يأكلوا يشربوا ويعيشوا الإكسبرينس اللي كانوا أصحابي وأهلي يعيشوها هون وقتها كنا نرجع بالصيفية لهون عمرت شي شوي فيت مع الطبيعة بيتون بريد وتحت حفرت جورة حطيت فيهم بدل ما بدها شي ساعة ماكسيموم وبتضبن هون ناتورال اجمالا ما بتحطهم بالخشب وانت الفلسفة تبعك انه بدك كل نبيد تحس طعمة وريحة الارض تبعه بلا ما يكون شيء تاني عم بخفف من قيمته 100% فان دو تيروار فان دو ليو يعني كل مبيد لازم كل عنب بعمله مبيد لازم يفرجيني صورة الأرض تبعه بصراحة يعني لازم طعمة الأرض تبين إذا استعملت خشب الخشب جاي من فرنسا أو من بلد تاني كون أنا عم خبي هيدي الطعمة شو عم نشرب هون؟ عم نشرب مرواح 2019 جاي من عنب موجود عندي بالضيعة عمره أكثر من 120 سنة وانت على كل أنيني أنا بعرف عن بيت من وين وشو هن 100% من وين اي التيتود اي واي منطقه جاي منها تشيرز كيفك
ايام منهم يومين بالجبل بيخلصوا هلا بالبترون بنرجع بنوصل على الشط وصار وقت نتغدى عن مرشي. مرشي بعرفه كثير مش اول مره بيجي لهون مشاع على البحر شغله كثير كبيره. صوت البحر الرواق الالوان يلا بنقعد قعدة سيفو. اليوم عبالي ذوقكم منبلش بسمك الناي اللي هو سمك الفريده اللي كثير طيب الناي عاملكم شيء كثير قوي وعبالي كمان ذوقكم سمكه الجرو بطريقه بالملح شيء كثير قوي وكمان ذوقكم سمكه اللقوز بطريقه شوي بس بطريقه ثانيه غير ما انتم بتعرفوها. مرشاة على البحر نحن بقلب تحوم محل له سنه ونص تقريبا وبسنه ونص كسر ريكوردز بدكم اياهم اذا بدكم. اكيد كلكم بتعرفوا مرشاة. مرشاة هو بزنس فاميلي في عنا مرشاة جروب في تحت اندر في فرن في عندك كافيه في كيترينج في باب ريستو واذا الله راد مكملين. ما فيك تعرفني انه انا من الجبال ورايح ما تجي؟ مجبور الحق. في اكل ايه؟ لا لا اكيد لا مازن مش على الاكل يعني بعتقد مش عايز بقى اعرف عنه على الشانل عنا بنحبه وبحبنا كثير ودائما بنقضي وقت كثير حلو مع بعضنا فهيك ختامها مسك باخر وقفه قررنا مازن يجي يتغدى معنا. سوري ما قدرتش الحقكم قبل بس لانه نشتغل لا مش بدنا نشتغل في شويه شوماج عندي بالمحل فمضطر اشتغل بايدي anyway. لحقناك شفنا هالوجه الحلو. كلامك اوكتوبس عطيت بعدو هالصوص كده يلا براونز مايونيشن عظيمة والتكستشر عظيمة ما بيعرفوا ابدا اجمل عن هيك اشياء بتكون قسمة الدولاب هون سوبر طرية على قد الخوات قديش في اشياء تنعمل بلبنان الخوات قديش في صناعات قديش في زراعات قديش في عالم طيبة الخوات هالبلد قديش بيقدر يكون من اعظم بلدان العالم بس واحد لازم يطلع بالسيارة ويبلش يبرم وهو عم يبرم ينتبه ياخذ معه كيس زبالة يلم زبالة من ورا الناس بلا اخلاق ينتبه ويحافظ عليه يطلع على التراث على التاريخ على اثارات كلها سوا ويفكر ويتركهم لاولاد اولاد 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 يوقف في محلات مثل هيدا الوقفة الهواء جاي من البحر الماي نظيف الزراء اللي بياخذ العقل ويطلع ويقول سبحان الله كتر خير الله عنا بحر عنا جبل بقدر اطلع بين الخضار بين الجبال بقدر اكل مونة بقدر اكل صحي بقدر نام بمحل مع ناس بتحب تستقبل غيرها مش معقول هالبلد شو حلو بمحلات بننسى وما بنقدر هالنعمة اللي ربنا عطينا اياها. ثلاث ايام بالبترون هن نموذج عن كثير اشياء فيكم تعملوها بكل لبنان. تخلص برمتنا هلا وان الله راد بجي عملتها ابتداء من جمعة الجاي بشي بعد احلى واحلى واحلى لانه ما راح نوقف الا ما نفرج العالم كله سوا لبنان has not seen on the news.